اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيوفي للمره الثانيه. طبعا الكابتن ماجد مصطفى منورنا في الاستوديو، والكابتن هاني مصلحي. يمكن اجي لك يا كابتن هاني، توقعاتك النهارده للمباراه. المباراه طبعا صعبه، مباراه قمه، اكيد ليك برضو توقعات، سيناريو ممكن حضرتك تتوقعه، ايه اللي انت شايفه النهارده؟ شايف ان الاهلي الاول هيبتدي الماتش ضاغط جدا بالسيرف عشان يبتدي بافضليه، لان هو استقبال الزمالك زي ما قال ماجد كده، لو طلع بره هيبقى الاهلي هيعمل شو جامد جدا في البلوكات. يعني الاطراف بتاعتنا عاليه في البلوك، التركيز هيبقى الاول في الارسال عندنا قوي، فاحنا هيبقى في عندنا تركيز ان احنا نلعب سيرف جامد من الاول، نبوظ، نخلي اشرف يفقد الميزه بتاعته ان هو يطلع بره. الحلقه ما بين اشرف وما بين الضريبه هتبقى صعبه صعبه، فده الاهلي هيبتدي كده. وبعدين هيبقى عايزين احنا الاستقبال بتاعنا يبقى كويس عشان نلعب بالسريع بتاعنا، من اقوى خطوطنا اللي هي السريع. فده اهم حاجه عند ميدو في بدايه الماتش، ان هو الارسال قوي والاستقبال يبقى كويس. لو الاثنين دول كويسين خلاص الماتش هيمشي بمنتهى السهوله. لو حاجه غير كده هيبقى الماتش هيبتدي الماتش كل لما حاجه منهم تقل الماتش يبتدي يعزم. يعني لو الارسال بتاعنا ضعف هيبتدي الزمالك يهجم بقوه، مش هنعرف ناخد بلوكات، فهيبتدي الماتش يمشي نقطه بنقطه. تمام. طيب يعني النهارده طبعا يعني النادي الاهلي قدم عزاء في بيان. تقدم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والساده اعضاء مجلس الاداره والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضيه بخالص التعازي للكابتن المعتز بالله اينو لاعب الاهلي السابق في وفاه المغفور له باذن الله تعالى والده الكابتن اينو لاعب المصري ومنتخب مصر الاسبق الذي وفاته المنيه اثر حادث اليم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته والهم اسرته الصبر والسلوان، انا لله وانا اليه راجعون. وخالص عزانا احنا كقناه النادي الاهلي اكيد للاسره والكابتن معتز بالله اينو، واكيد احنا يعني الحزن او الحادث كان اليم وكان مفاجئ، لانه كان في رحله العوده للكابتن الكابتن اينو في عوده الرحله من القاهره لبورسعيد حصلت الحادثه على الطريق، وكان حادث اليم. رحم الله يعني الفقيد وصبر اسرته يا رب، ونتمنى له الرحمه اكيد وندعو له بالرحمه والمغفره. كابتن ماجد، ارجع النهارده لحوارنا اللي هو المباراه المركز، يعني اللي بتدور حواليها طبعا امال الفرقتين في الحصول على بطوله الدوري. خلينا نقول كابتن هاني قال وركز اكتر في حته النقط معينه، لو احنا مشينا كويس في النقط دي المباراه هتمشي في بر الامان. خلينا نشوف ايه اللي ممكن تاني يعتمد عليه النادي الاهلي انه يخلي المباراه او يسهلها على نفسه. هو احنا في الكره الطايره دايما كده بنعتمد على ان الفولي عباره عن حلقات. فاول حلقه بتبقى الارسال بتاع الفريق النادي الاهلي. طبعا الكابتن قال لك هنلعب ارسالات قويه جدا وده شيء متوقع. نجاحنا في الارسال مش هيؤتي ثماره غير لما يكون عندنا نجاح في حائط الصد. فيبقى الحلقه الثانيه ان شاء الله باذن الله في المكسب النهارده هو حائط الصد. ولما نبص على فريق النادي الاهلي كده بنشوف ان الفرقه ككل ما فيهاش ثغرات في حائط الصد، ما فيش عندنا حد مثلا ايه يعني طوله قصير شويه في ثغره. بس المشكلة عندنا في حائط الصد من مركز أربعة، إن شاء الله بإذن الله سواء أحمد سعيد أو شكري يظبطوا التايمينج بس مع رضا. مع رضا. يظبطوا تايمينج البلوك بتاعهم مع رضا، لأن رضا من اللعيبة اللي بيقف سنة في الهواء وبيمرجح إيديه لورا شوية. فهو ده اللي بيدي أفضلية للضرب في رضا. ممكن أطلع بدري شوية يعني. لأن هو بيقف أما بيمرجح إيديه ورا شوية فبيخلي البلوك ياخد الكرة وهو نازل. ياخد الكرة وهو نازل. فحتى لو جت في إيديه بتطلع بره أو سايد أو بتيجي. وعلى فكرة الكلام ده كان باين في الكام كرة اللي طبعا احنا. أكيد. فهو يعني لازم تايمينج البلوك يكون مظبوط مع رضا. ويكون برضو اتجاه الإيدين لداخل الملعب. الإرسال مع البلوك هيخلي الماتش إن شاء الله بإذن الله وان سايد جيم بالنسبة لفريق النادي الأهلي. لان احنا مميزين جدا في مركز 3 في البلوك، مميزين جدا في مركز 2 في البلوك، عندنا عب وعادل وعبد الرحمن سعودي الثلاثه في البلوك مميزين جدا، عندنا الاطراف قطب وسواء حسام او عبد الله الاثنين برضو بيقفلوا الشبكه كويس. فيبقى احنا يفضل عندنا احمد سعيد جنبه عالي جدا، فيبقى التايمنج بتاعه هو اللي هيفرق في قفل الثلاث مراكز ان شاء الله. عشان طب يا كابتن خلينا نقول افضل لاعبيننا في الارسال، يعني خلينا نقول ان في لعيبه بيبقى عندها ثبات انفعالي، في لعيبه في الاوقات المهمه لما تبقى على السيرف احنا بنبقى مطمنين، مين عندنا بص حضرتك مهاره الارسال دي
اللي بيتحكم فيها اول حاجه الحاله الفنيه للعيب جوه الملعب ساعه المباراه. ساعه المباراه توفيقه. اه لان هو انت عندك الملعب 9 متر في 9 متر. فانت عايز تلعب الكوره بقوه في مكان معين من ال 9 متر دول. صحيح. انت ممكن تلعب ارسال جامد في نص الملعب مثلا على ايد المستقبل ويطلع سهل. فالعبره مش بس بقوه وتوجيه. بالظبط كده، العبره مش بس بالقوه، العبره كمان بالتوجيه. وساعات بيبقى الارسال الفلوتر الموج بيبقى برضو ليه دور مساوي او مميز عن الارسال السبايك. كل لعيبه كل لعيبه عندنا مميزين الحمد لله. مش مشكله عندنا، بس هي بس الحاله الفنيه في الملعب. الحاله الفنيه طبعا يعني عادل، يعني اتمنى ان هو يبقى نسبته عاليه النهارده. عيب ونفس الكلام برضه نسبته، اتمنى ان هو تكون نسبته عاليه. يمكن التلاتات دايما بتبقى يعني وبعدين هم بيلعبوا عندهم بيبقى بيلعبوا المركز 5 مباشر من مركز 5 عندنا، المركز 5 في نادي الزمالك. فهو الارسال بتاع عيبه كمان بالاخص عيبه بيلعب ارسال مميز جدا. لو خد الكوره من اعلى نقطه فبتنزل مع طول الصيعه ما شاء الله، صاروخ ما شاء الله، صاروخ موجه. فهو لو ما خدهاش من اعلى نقطه ساعات بتطلع اوت شويه يعني. محتاج النهارده عيبه لو توفق في السيرفات في الوقت اللي هو عليه على السيرف هتبقى نقطه كويسه. نمره 2 طبعا عندنا قطب، وعندنا احمد سعيد، وعندنا عبد الله او حسام. السبايك سيرف بتاعهم اما بيمشي بيبقى هايل ومميز جدا. فان شاء الله ان شاء الله الفريق كله يعني بنسبه عاليه جدا يبقى موفق عشان الجيم يمشي زي ما احنا عايزين ان شاء الله بسهوله ويسر. اكيد ان شاء الله. طب كابتن هاني هسبق الاحداث شويه، يمكن احنا عندنا مباراه النهارده، بعد اسبوعين هيكون في بطوله افريقيا ان شاء الله في النادي الاهلي، هيبقى في فرق محترمه جايه. احنا عندنا مين بيشارك في مصر الاول في بطوله افريقيا يا كابتن؟ والله بص، هو الزمالك الاهلي والجيش ده المفروض اكيد يعني هم الفريقين. بس سمعت الجيش احتمال ما يشاركش. تملي الجيش بيبقى القرار بياخد وقت شويه. لكن اعتقد انه في الاخر هيشارك من الكواليس كده. يعني شايف انه هيشارك. والزمالك برضو عنده رغبه شديده ان هو يشارك، لكن لغايه دلوقتي ما خدش قرار موافقه. لا ما خدش موافقه، هو خد قرار، هو عايز يشارك لكن ما خدش موافقه لانه مش مؤهل ليه. مش مؤهل، ما خدش مؤهل مركز في ولا خد مركز في البطوله نفسها اللي فاتت، ولا هو خد مركز في بطوله الدوري السنه اللي فاتت. الدوري الاهلي الزمالك انهى السنه فاتت خامس. خامس. هو كان بعيد خالص عن هو بعيد خالص عن الموضوع. فبالتالي هو عشان يشترك لازم ياخد الوايلد كارد. الاهلي حامل اللقب فتأهل اوتوماتيك. يعني لازم ياخد ابروف من الاتحاد الافريقي. وده ممكن يحصل؟ ممكن لو عدد الفرق المشاركه قليل. يعني هو ممكن يحصل، لان انا شايف ان متهيألي فرق تونس ممكن تتراجع عن الاشتراك في البطوله. يعني انا يقول لك في مصر في مصر وجمهور وكده، يعني الاهلي يكسب عندنا. الاهلي يكسب عندنا. يعني لو فرق تونس اعتذرت عن البطوله ممكن فرصه الزمالك تبقى قويه. متهيألي الترجي كمان بعد ما شكري برضو جنه اكيد عندهم ريبليس، عندهم لعيبه. بس برضو انت خدت لعيب قوي عندهم. بس هم لسه خسرانين البطوله العربيه كمان في ارضهم. فانا متهيألي يعني مين بقى اللي كسب البطوله العربيه كده؟ الريان القطري تقريبا، فريق من قطر. فريق من قطر يعني مجنسين. ستة بس يعني. لا مش كلهم هي الستة كله. بس اللي في الملعب. ستة اللي في الملعب بس مجنسين. لا مش كتير ده كده. يبقى لا يبقى كده يبقى كده مش كتير يا كابتن. طيب هو يعني نرجع نقول برضو ان بطولة افريقيا الاهلي خلاص ما عندوش اي فرصة انه يجيب اي دعم. هو لا خلاص اللي هيلعب باللي موجود. اصل بطولة افريقيا ليها قواعد ورولز غير البطولة العربية. يعني بطولة افريقيا هو المحترف اللي بيشارك فيها لازم يكون شارك بنسبة في مباريات الدوري بتاعت السيزون. يعني ما ينفعش ان انت تجيب حد على البطولة بس. على البطولة بس. في البطولة العربية اوكي. لكن بطولة افريقيا لا، لازم يكون لاعب كمان نسبة من الماتشات. فبتهيألي يا كابتن لو الفرقة التونسية عزفت عن انها تشارك في البطولة، سواء الترجي، النجم او النجم، ما جاش، بتهيألي بشكل كبير هتبقى المنافسه مصريه. مصرية يعني ممكن يكون الاثنين المصريين اللي داخلين. مش ممكن يعني متهيألي اصل افريقيا خلاص هي مصر وتونس. تونس مش موجوده، هتلاقي مصر ومصر يعني. حد فرق الجزائر بعيد شويه دلوقتي. فرق الكاميرون بعيد شويه، حتى كويس منهم بيحترف بره. صحيح. فهي على مستوى الفرق هتلاقي خلاص برضه الفرقتين بتوع مصر هيبقوا اكبر مرشحين للنهائي ان شاء الله. طب هو الجيش السنه دي معاه محترف يا كابتن؟ مع محترف بتاع ثلاثة بتاع السنة اللي فاتت، اللي هو السنتر بتاع السنة اللي فاتت. اللي هو كان باين غاني أو أفريقي ولا كان كوبي. كونغولي. كونغولي. كوبي مشي. الكوبي مشي. كوبي مشي. كوبي مشي راح الإمارات بنيس. طب هو احنا السنة دي عادي مسامحين باثنين لعيبة زي السنة اللي فاتت ولا واحد؟ حاجة غريبة جدا السنة دي احنا سامحين باثنين، لكن واحد يتأيد في الملعب.
فطبعا هنعمل باللي بره ايه؟ هتعمل بالتاني ايه؟ فهو واحد يعني. يعني اثنين بس يبقى واحد في الملعب. بالظبط. فطبعا انت كده بتخسر رامي فلوس في الارض يعتبر. بالظبط. فكل فرقه اللي جاب محترف جايب واحد بس. الاهلي جايب واحد، الزمالك جايب واحد، سموحه جايب واحد، كل واحد اللي جايب جايب واحد بس. جايب واحد بس، جايب شاف نقطه ضعفه فين؟ السنه كان بيبقى فيه اثنين، احنا شفنا الجيش كان معاه اثنين. يعني الجيش كان تقيل جدا السنه كان معاه اثنين اجانب كوبي وكونجولي باين، وكان معاهم عبد الله عبد السلام واحمد صلاح يعني منتخب عالم كان. كان الحمد لله كان فيه جامد صح. الجيش كان السنه اللي فاتت كان تعبنا في تشكيلها دي. ما انا فاهم انا عارف يا كابتن. طب قول لي واحنا امتى هنشوف وادي دجله يا كابتن عنده فريق اول؟ قريب جدا، احنا دلوقتي ماشيين على مستوى الناشئين كويس قوي، عندنا عدد من الفرق كبير جدا. قوي فالحمد لله يعني دلوقتي عندنا تحت من اول 16 لغايه تحت لعيبه كويسه، واحنا في تخطيطنا يعني ان هم كلهم يبقوا من اولاد النادي في سابقه، مش هتبقى يعني على فكره الباسكت برضه نفس الكلام نفس الموضوع. نفس السياسه صعب قوي تلاقي لعيبه. ده على فكره لقطات يا كابتن من الاحماء حيه من الملعب بكاميرا قناه النادي الاهلي للاحماء. طبعا واضح التركيز على اللاعبين في الفرقتين طبعاً. على فكره مش فرقه واحده، واضح التركيز من الفرقتين. كل التوفيق طبعا اكيد للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله ويحسم البطوله. مش عارف ايه كل لما بنشوف بتفتكر الوقت اللي انت كنت فيه في الماتش يعني في الملعب في الوقت يعني. ده طبعا خد بالك هنا بتبان الخبرات وبتبان طبعا الـ مش بس الخبرات، بتبان الثبات الانفعالي. خلي بالك اللعيب اللي بيقدر يتحمل الضغوط، لان اللعيبه الضغوط بتبقى عليهم من ليله المباراه، يمكن مش من ليله المباراه كمان، من قبلها بيومين ثلاثه، وبتتصاعد الضغوط على اللاعب لغايه ما يبتدي يسخن. كل ده ضغوط والمباراه تبتدي، بتهيألي اللعيبه بتخش في المود وبيبتدي بقى الضغوط تتحول للمدربين. الضغوط تتحول للمدربين، اللعيبه تبتدي تلعب فتنسى وتبتدي المدربين ايه؟ تبتدي المدربين هي اللي تشيل بقى الضغوط. طب احنا جالنا تشكيل الفريقين بالسكور شيت. طبعا بشكر فريق الاعداد قدر يجيبها من الملعب. هبتدي مع كابتن ماجد، اكد علينا بقى تشكيل النادي الاهلي، اتفضل يا كابتن ماجد. هو الاهلي بيشرك عبد اللطيف عثمان نمره واحد سنتر بلوك، تمام. عبد الله عبد السلام رقم اثنين كابتن الفريق، معد عبد الحليم عبو ثلاثه سنتر، تمام. عبد الرحمن حسن خمسه سنتر، شريف احمد هو ده اللعيب ده الناشئ ولا لا؟ ده الليبرو. يعني كده كابتن محمد دخل شريف احمد. بس دخله ليبرو ولا دخله؟ لا دخله لاعب، دخله لاعب عادي زي ما توقعته. زي ما توقعته كابتن محمد عادل سنتر بلوك رقم سبعه، احمد عبد العال 11 مركز 4، حسام يوسف 12 معد احمد قطب 15 منظم المعد كروس باصير، شكري الجويني 16 مركز 4، احمد سعيد 18 مركز 4، يوسف حمدي الصافي كابتن اشرك يوسف حمدي الصافي تحت السن رقم 19، وفي اثنين ليبروهات محمد عصام معوض ومحمد رمضان معوض رقم 4 ورضا رقم 7. هاي يا كابتن نفس اللي توقعته. هو مفيش جديد. كابتن هاني وكابتن ماجد توقعتهم هذا التشكيل، وكابتن هاني كمان توقع ان اللاعب الثالث شريف احمد هيشاركه كلاعب عشان يعلي الاستقبال. نفس اللي توقعته هو تقريبا شاركه مكان محمد عبد المنعم في مكان حماده وكان احمد حماده الاثنين بتوع اربعات عشان يستفيد بيه في الاوقات اللي هي النقط اللي في ال 20 لان بتبقى صعبه دي ومحتاجه. ده برضو ما زالت لقطات حيه من ارض الملعب اعزائي المشاهدين لطبعا عمليه احماء النادي الاهلي دي خاص وحصري بكاميرا قناه النادي الاهلي. طيب اروح لكابتن هاني. كابتن هاني يمكن تشكيل نادي الزمالك بقى مهم بالنسبه لنا جدا عشان نقدر نعرف ازاي نادي الزمالك هيلعب النهارده، اتفضل يا كابتن. اشرف محمد ده معد طبعا اللي هو البصير الثاني او صانع الالعاب الثاني بيتهيألي. محمد جبل لعيب مركز اثنين. ابو السعود ده لعيب مركز اربعه الاساسي. شهاب الدين لعيب مركز ثلاثه. اشرف ابو حسن كابتن فرقه طبعا صانع الالعاب. عمر نادر بيلعب كروس بصير او لعيب اربعه، عمر نادر العرابي. اسماعيل معال تونس محطوط تونس محطوط التشكيل. محطوط في التشكيل توقعنا ان هو كده التشكيل. بس معلش يا كابتن قبل ما نتنقل على بقيه التشكيل، انا بيبقى عندي دايما يعني بقول ان اللاعب اللي ما اتمرنش ده برضه سلاح ذو حدين، ساعات ينزل يبقى مشتاق للعب ويقدر يبقى طفره وساعات ما يبقاش جاهز. هو ممكن يعني يسيبه الاوقات الحرجه يعني ممكن الخبرات تيجي في الوقت اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو فوق النقطه 20 ممكن باعتبار ان الاثنين التانيين صغيرين شويه اللي هيبقوا في مركز الاربعه. اذا اسماعيل بن هشام معلى اللاعب التونسي المحترف في صفوف نادي الزمالك سيشارك اليوم، اللي احنا كنا مستبعدين ده لانه كان مصاب وشارك في التمرينات الجماعيه منذ يومين.
فاذا اسماعيل بن هشام معلا سيشارك. اتفضل يا كابتن. ومصطفى ابراهيم ده طبعا هو برضو لعيب مركز ثلاثه مركز اربعه الاساسي اللي معاهم اللي هو رقم 13 ومحمد مجدي محمود ورضا ابراهيم ده نجمهم طبعا كروس بالصير ومحمد عبد المحسن لعيب مركز ثلاثه برضو من اللعيبه الاساسيين واحمد اسامه برضو لعيب مركز ثلاثه اعتقد ان هما الاثنين دول ممكن اللي يبتدوا المباراه وفي مركز الليبرو في رضا هو الليبرو بتاعهم الاساسي ومعاه محمود اشرف. طب هل نادي الزمالك عمل نفس اللي عمله كابتن مصلح انه شارك الليبرو الثالث كلاعب ولا لا؟ لا ما حصلش ما عملش لا ما عملش لا لا. هو ممكن بقى عنده هو عنده يعني معلق الاربعات بتوع استقبالهم كويس ممكن يكون ما عندوش مشكله يعني دي رؤيته دي رؤيه يعني انا قصدي اقول احنا بنتكلم على رؤيه الجهاز الفني ان هو شايف انه ما عندوش داعي انه يدخل الليبرو محتاج احنا بنحاول نحلل الفنيه هو شايف انه عنده اللعيبه تقدر تشيل وتقدر يعني طيب خلينا نتكلم عن اللاعبين في نادي الزمالك اكتر ليه احنا يمكن مع النادي الاهلي حافظين لعيبتنا مين اللاعبين الخبره اللي حضرتك شايفهم في نادي الزمالك في التشكيل ده كده؟ طبعا اشرف الحسن اول واحد على خبره ولعب ماتشات اهلي وزمالك كتير جدا فهو نفس الالعاب تمام كروس البصير اللي معاه اللي هو رضا برضو نفس الموضوع رقم 17 هو ده الاثنين طبعا هم اللي هيبقوا اساسي ومعاهم الاحتياطي جبل برضو خبرته كبيره لعب في الجيش والزمالك واحترف بره برضو خبرته كبيره يعني مركز اثنين معتمد كلية على الخبر تمام في ثلاثات بقى هو اللي عنده بقى أحمد أسامة صغير محمد عبد المحسن صغير شهاب صغير ثلاثة صغيرين في المركز ده لكن هم مميزين بالأطوال أطوال برضو صغيرين يعني مواليد كام يا كابتن؟ يعني عندهم 20 سنه 21 سنه 22 سنه اللي هم كانوا في منتخب 23 في منهم اثنين كانوا في منتخب 23 يعني هم لسه طالعين من تحت يمكن 98 97 لا اكتر شويه اكتر شويه 96 شهاب 96 والتانيين اصغر منه شويه في مركز اربعه طبعا خبره كبيره اسماعيل طبعا خبرته كبيره لاعب منتخب تونس ومعاه مصطفى محمد ابراهيم ده برده لعيب بقاله فتره بيلعب يعني مش صغير قوي يعني صغير على انه يبقى يعني جديد على ان هو يبقى اساسي لكن بقاله فتره طويله في الزمالك بقاله اربع او خمس سنين هو شايل السنه دي شايل السنه دي اول سنه هو كان بيشارك قبل كده كان بيشارك السنه دي شايل شايل ومادي كويس الحقيقه فهو ده كان الزمالك جاب عمل يعني كام صفقه كده من نادي الشرطه ونادي بتروجيت خد منهم كل اللعيبه الصغيرين الكويسين يعني هتلاقي في كان التشكيل حر ولا لا اشتراهم باعوا وشراهم اشتراهم يعني انت بتتكلم في ست سبع لعيبه موجودين في الصوره صفقات جديده صفقات الزمالك اشتراها في خلال السنتين اللي فاتوا من الانديه من الناديين دول تحديدا من بتروجيت والشرطه فيعني طبعا هيبقى ماتش مش سهل لان هو الزمالك هتلاقي في التشكيل الاساسي خليط بين الخبره والشباب طيب ويعني طيب. ربنا يوفق بقى استاذنا كابتن هنروح لمراسلنا كابتن محمد او محمد توفيق الزميل محمد توفيق مراسلنا من ارض الملعب عشان يوصف لنا الاجواء اتفضل يا محمد كابتن هيثم برحب بحضرتك وضيوفك الكرام وكل مشاهدي ملوك الصالات في كل مكان. مباراه اليوم في اطار الجوله الخامسه من الدور الثاني لنهائيات الدوري الممتاز لكره الطايره بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. النادي الاهلي النهارده بيدخل اللقاء تحت شعار النهارده ان شاء الله الحسم والفوز بالبطوله، الزمالك هي الفرصه الاخيره ليه اذا اراد الالحاق بركب البطوله، النادي الاهلي ان شاء الله استعد المباراه بالحضور للاسماعيليه منذ اول امس الخميس، تم التمرين على صاله هيئه قناه السويس بالامس تمرينتين والنهارده الصبح كان في تمرينه، الاجواء اكثر من رائعه، نجوم الاهلي كلهم في حالتهم ان شاء الله النهارده، ما فيش غير محمد عبد المنعم بس الغياب الوحيد لاجراء التاهيل بعد العمليه الجراحيه. على الجانب الاخر نادي الزمالك بيتكلموا ان هم مستعدين للمباراه، كابتن احمد مصطفى اكد ان النهارده الفرصه الاخيره بيسعوا الفوز 3-0 او 3-1 عشان يقدروا يلحقوا النادي الاهلي او يكملوا وتكون فرصتهم قائمه في البطوله. على الجانب الاخر كابتن محمد مصلحي قال ان شاء الله النهارده يبقى الحسم، متوقعين مباراه الجيش ومباراه سموحه يكون ان شاء الله فيهم الفوز والنهارده ان شاء الله يكون بنسبه كبيره الابتعاد عن الزمالك في الصداره والفوز ببطوله الدوري. يمكن النهارده بيحضر من اتحاد مصر كره الطائره المهندس خالد ناصر سليم رئيس الاتحاد وكابتن احمد عبد الدايم المدير التنفيذي. النهارده حكام اللقاء في الحكم الاول كابتن وائل قنديل، الحكم الثاني كابتن وليد الخشن، حكم احتياطي كابتن علي عبد السلام، حكم مسجل محمود كثير، ومراقبين الخطوط هيثم المراكبي، محمد مسعود، محمد فوضه، رامي شاهين. الاجواء هنا اكثر من رائعه داخل صاله هيئه قناه السويس، في حضور جماهيري بسيط من جانبين سواء من النادي الاهلي او نادي الزمالك، والاجواء كلها بتؤكد ان شاء الله ان احنا هنشوف مباراه كبيره. يمكن كان بيسبق اللقاء لقاء الجيش وسموحه واللي انتهى بفوز الجيش 3-0 بقى 30 نقطه، لكن
خسارته من الاهلي والزمالك 3-0 في اللقاءين ابعدوا فرصه او قللوا فرصه من الفوز بالبطوله. ان شاء الله النهارده نتمناها ليله سعيده على الاهلاويه وانتصار وبطوله جديده تضاف لبطولات الاهلي اللي بتزيد كل يوم ويوم ان شاء الله. المباراه طبعا بدون جمهور، احنا مش شايفين جماهير، بس خلينا اسالك، المباراه اصلا بدون جمهور ولا مفيش جماهير راحت؟ لا، هي المباراه بدون جمهور كابتن هيثم، الناس اللي موجوده بس يعني اسر اللاعبين او اعضاء مجلس الاداره وبعض مرافقيهم، لكن الجمهور للفريقين مش موجود بشكل كبير، لكن في حضور يعني يتراوح ما بين 50 ل 60 فرد متواجدين في الصاله. شكرا جزيلا زميلنا محمد توفيق من ارض الملعب، اكيد هنرجع لك تاني ونعرف الاجواء وهيكون معاك لقاءات احنا اكيد مستنيينها. بس خليني قبل ما اروح تاني نتكلم على المباراه لازم اوجه الشكر الحقيقه للمهندس خالد نصر سليم رئيس الاتحاد المصري لكره الطائره، لانه الحقيقه منتهى التعاون مع قناه النادي الاهلي، والحقيقه ما تاخرش خالص الراجل ان احنا يعني ننقل المباراه، لانه عارف قد ايه اهميه دور الاعلام واهميه دورنا كقناه النادي الاهلي في نشر اللعبه مش بس لعبه كره الطائره. في الحقيقه لازم نوجه الشكر للمهندس خالد نصر سليم، بنوجه ايضا الشكر للدكتور مجدي ابو فيخ رئيس اتحاد كره السله، الحقيقه برضه اللي بنلاقي منه نفس التعاون في دخول الكاميرات وان احنا نقدر نقوم بدورنا. امبارح طبعا في ناس كتير ساعدت ان نقدر نذيع الشوط الثاني والثالث والرابع، يعني الخمس اشواط امبارح، مباراه كانت ست اشواط، يمكن مش ما زعناش الاول ولكن الخمسه الباقيين زعناهم. طبعا كان على راس المحاولات كابتن احمد شوبير، طبعا نجم النادي الاهلي الكبير والاعلام الكبير، كان ليه محاولات وكان ليه دخل كبير ان احنا نوفق امبارح. طبعا اكيد بنشكره على مساعدتنا في هذا الموضوع، بنشكر طبعا شركه برزنتيشن كان على راسها استاذ محمد كامل، استاذ محمود عدلي، اكيد طبعا قناه عندنا استاذ عماد الجولو واستاذ ايمن بدره، كان في امبارح مجهود كبير بذل عشان نقدر نقوم دورنا كملوك الصالات، كان لازم الشكر نوجهه. كمان طبعا كل الاحترام والتقدير لاتحاد كره اليد برئاسه المهندس هشام نصر، احنا بنادي دورنا مع كامل الاحترام والتقدير للجميع، احنا بنحترم الكل واحنا بنحاول نقدم دورنا طبعا كقناه النادي الاهلي ان احنا نوصل الماده الرياضيه في سواء في العاب الصالات او حتى العاب الاخرى للمشاهد اللي هو من حقه يتفرج على الالعاب دي، ومن حق اللاعبين والاجهزه الفنيه ان شغلها يظهر اعلاميا. طبعا بنوجه الشكر لكل اللي احنا قلنا عليه ده. ارجع لضيوفي تاني طبعا كابتن هاني، يمكن مباراة هادية جماهيريا، مفيش حد في الملعب، 50 60 واحد بس من المهتمين، بتهيألي عودة الجماهير هتدي طعم تاني للمباراة. تاني خالص، يعني هو بقى الموضوع زاد عن حده قوي، موضوع ان نلعب رياضة من غير جماهير دي، انا لسه بقول لك احنا في التسخين، انا بفتكر لما كنا بنلعب الصالة يمين وشمال مفيش كرسي فاضي، صحيح. يعني حاجة بتدي جو تاني للعيب، بتدي احساس تاني خالص للعيب. طب خليني اقول يا كابتن يعني ان احنا يعني شفنا جماهير، يعني شفنا امبارح جمهور النادي الاهلي محترم في ماتش اليد سيدات، منتهى الالتزام منتهى الاحترام منتهى التشجيع، بس دلوقتي نقدر ناخد قرار ان نحط جمهورين القطبين قصاد بعض في صاله ولا لسه؟ انا يعني الحقيقه يعني انا مش شايف مانع خالص نجرب، ما احنا يعني الامن بتاعنا قوي دلوقتي جدا ويقدر يسيطر على اي عدد من الجماهير، يعني حتى في الكوره انا مش شايف سبب، يعني ايه اللي هتفرق ايه 5000 عن 50000؟ لازم نرجع بقى تاني، احنا الحمد لله بلد قويه وبلد القانون دلوقتي يعني رائع فيها والشرطه يعني قويه فيها، صحيح. مفيش اي مانع ابدا ان احنا طبعا ايه المشكله ان احنا نفتش كويس، يعني نفتش الناس، في حاجات ممنوع انها تخش شماريخ بتاع، اوكي تمام، بس نرجع نقول النادي الاهلي عمل منظومه لقطع التذاكر، المنظومه دي منظومه محترمه بتتقطع بالرقم القومي، حتى لو فرض ان تم السماح ل 1000 مشجع يخش هنبقى عارفين مين ال 1000، يعني قصدي اقول لك انه الموضوع مش هيتساب ان اي 1000 يخشوا، لا هتبقى تذاكر تسلم للنادي بالايد او تتبعت بالبريد من الاتحاد للنادي، والنادي يبتدي يباعها لمجموعه معروفه بحيث ان امنيا حتى تبقى عارف مين اللي دخل. والله هو ده مجهود طبعا قوي جدا، لكن انا بتكلم على العموم، يعني انا مش مفروض ان انا اي حد عايز يتفرج على ماتش مطلوب ان هو يبعت بطاقته، يعني انا شايف ان العمليه ابسط من كده، ان احنا لو قدرنا نتحكم فيهم امنيا، ان احنا لو كاميرات موجوده مراقبه موجوده والمخالف بياخد عقوبه شديده جدا، احنا بنشوف الدوري الانجليزي يا جماعه الجمهور بيبقى جوه الملعب، يعني الفرق طيب بينهم يعني معلش. طب استاذن حضرتك كابتن هاني، كلام حضرتك مظبوط، بس لازم نروح لارض الملعب مع زميلنا محمد توفيق ولقاء مهم مع مهندس خالد نصر سليم اللي احنا لسه موجهين له الشكر حالا، نشوف اللقاء، اتفضل يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. امبارح احتفلنا بكاس مصر للسيدات لكره اليد، كانت ليله جميله امبارح الحقيقه، واسعدونا بعد مباراه ماراثونيه بعد 6 أشواط استطاع النادي الاهلي طبعا يحسمها، وكنا على موعد امس مع الاحتفال مع ملوك الصالات لكره اليد للسيدات. النهارده ان شاء الله احنا في رحله جديده في موقعه جديده من مواقع ملوك الصالات كره الطائره رجال. النهارده الاهلي والزمالك في بيلعبوا على صاله قناه السويس بالاسماعيليه، مباراه في الجوله ال 12 في نهائيات الكره الطائره. الحقيقه المباراه دي اهميتها هي مباراه عاديه في الدوري، ولكن اهميتها ان شاء الله اذا فاز الاهلي النهارده بيكون حسم قبل جولتين من نهايه الدوري. الحقيقه المباراه النهارده مهمه جدا لعده اسباب. اولا النادي الاهلي رجال مهمه جدا، بطوله غايبه فتره، محتاجين نرجع تاني درع الدوري لمكانه المعتاد في النادي الاهلي. نمره 2 فريق الرجال بيستعد لبطوله افريقيا لكره الطائره رجال اللي هتقام على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، فطبعا مفيش احسن ولا اجمل ان انت تتعد ببطوله انت تتوج بيها، دي نمره 2. نمره 3 فريق نادي الزمالك غير فريق نادي الزمالك بتاع السنه اللي فاتت. الحقيقه المنافس التقليدي وهو نادي الزمالك الفريق احسن كتير. المباراه بتاعت الدور الاول انتهت 3-2 واحنا كنا غطيناها على كاميرا النادي الاهلي، فكان بيدل ان المباراه كانت يعني قريبه جدا. ففريق المنافس التقليدي نادي الزمالك فرقته احسن، في لعيبه صغيرين انضموا لهم، محترف كويس. الحقيقه المباراه مش سهله زي قبل كده، المباراه النهارده في الملعب محتاجه جهد، محتاجه عرق من اللاعبين، ان شاء الله نقدر نحسمها بدري. خليني طبعا زي ما عودناكم قبل المباراه بنطلع بوقت كافي استوديو تحليلي، بنحلل المباراه فنيا، بنعرف نقط القوه ونقط الضعف في الفريقين، مش كده بس، كمان بنعيشكم في اللقاء، بنشوف الاصابات، بنشوف اللعيبه، بنشوف مين هيشارك، بيكون معنا مراسل طبعا لقناه النادي الاهلي في ارض الملعب بينقل لنا الاجواء زي ما عودناكم دايما في ملوك الصالات ان احنا بنكون قريبين جدا من الحدث. قبل ما ابتدي نتكلم على مباراه النهارده لازم ارحب بضيوفي طبعا، كباتن النادي الاهلي الحقيقه اللي بيشرفونا وبنبقى سعداء بيهم، كابتن هاني مصلحي نجم النادي الاهلي السابق. اهلا بيك يا كابتن هاني، منورنا ومشرفنا. يخليك. بقول لك ايه، والله زمان بقى بالعوده. زمان قوي بالظبط يا كابتن، منورنا ومشرفنا يا كابتن هاني. معانا نجم النادي الاهلي طبعا ورمز من رموز النادي الاهلي كابتن ماجد مصطفى، منورنا يا كابتن. اهلا وسهلا. ويقول لي برضو والله زمان، وان شاء الله على موعد مع بطولات ان شاء الله، دايما على الاتصالات ان شاء الله. ان شاء الله اروح لكابتن هاني. كابتن كلمنا عن المباراه النهارده، اهميتها، وضعنا ايه، يعني كلمنا عن المباراه بشكل عام قبل ما نخش قوي فنياتها. اولا هي دي لازم نعرف ان اول مره من 4 سنين بيبتدي يرجع تاني التنافس على الدرع بين القطبين الاهلي والزمالك. نادي الجيش الحقيقه عمل يعني مغامره لمده 4 سنين، دخل منافس شرس للاثنين، كان بيلعب نهائي ال3 سنين اللي فاتوا، قدر ياخد الدوري مرتين ولعب نهائي مع الاهلي مره وكان تاني. يعني دي اول مره من 4 سنين ترجع تاني اهلي وزمالك، اللي هو الطبيعي اللي التاريخ كله كان اهلي وزمالك البطوله. فده بيديها برضو جماهيريا نوع من الاثاره والمتعه. وان مصر كلها بتبقى مستنيه الماتش ان هو بيتلعب على الدوري، يعني من زمان الحقيقه ما تلعبش ماتش على بطوله الدوري من الاهلي والزمالك، فده بيضيف اهميه للمباراه دي. في اهميه ثانيه ان فرقه الاهلي عندهم تحفز جامد جدا ان هم يرجعوا الدرع، لان 3 سنين في الفولي كتير قوي ان الاهلي ما ياخدش دوري، فده مدي يعني حافز جامد جدا للعيبه والجهاز الفني والاداري، وكلهم الحقيقه عايزين يرجعوا الدرع ده، لان كتير 3 سنين زي ما قلت لك ان هو ما يبقاش فيه درع الدوري. الحاجات اللي بعد كده ان فرقه الزمالك نفسها اتطوروا جامد جدا وعملوا شغل جامد قوي مع كابتن احمد مصطفى، وقدروا ان هم ينحوا الجيش عن المنافسه في النهائي، وعملوا فرقه يعني كم ولد صغير مع عناصر خبره اللي موجودين، فبقى في توليفه كويسه مع مدرب كويس ومحترف تونسي كمان، ومعاهم محترف تونسي كويس جدا، احسن لعيب في بطوله افريقيا اللي فاتت. فطبعا ده هيدي الماتش برضو اهميه فنيه عاليه، اهميه فنيه عاليه جدا. فهي انت عندك جماهيريه جامده للماتش، وافعه نفسيه عند الفريقين قويه جدا يعني، فده هيدي وفنيا الاثنين كويسين، فاكيد هتبقى مباراه كويسه. الاثنين كويسين، بس يعني برضو احنا بندي ان شاء الله يعني افضليه للفريق الاهلي لوجود يعني عناصر خبره وقوه اكتر كتير من الزمالك. صحيح يا كابتن. طب كابتن ماجد برضو رؤيه حضرتك للمباراه واهميتها
قبل ما نخش فيها او نخش في الناحيه الفنيه؟ هو زي ما قال كابتن هاني يعني الماتش النهارده يعني بيعتبر رجوع للقمه الاساسيه. طبعا الاهلي والزمالك. الاهلي السنه دي انا شايف ان هو عنده اضافات كويسه قوي. اولا عبد الله عبد السلام رجع تاني، صحيح، صانع العاب الفريق، صانع العاب الفريق كابتن فريق وصانع العاب المشهور منتخب مصر سنوات عديده يعني، صحيح، وادى اضافه مش بس فنيه يعني، ادى اضافه لترابط الفريق، صحيح، وعنده مجموعه من الناشئين برضو كويسين، من ضمنهم كان عبد الرحمن اللي هو سنتر بلوك اللي كان بيلعب في بطوله العالم، صحيح، 21 و23، ويوسف حمدي الصافي، يوسف حمدي الصافي 19 سنه، ده يعني امل الكره الطايره في مصر، مركز 4 كمان ان شاء الله، بالاضافه طبعا الى شكري جويني اللي هو المحترف التونسي. والدوافع عند الاهلي النهارده المفروض انها يعني عاليه جدا جدا عشان تحسم البطوله من الماتش دوت وما نخش بقى في حسابات. خلينا نقول يا كابتن ان دي لقطات من مباراه الاهلي والزمالك في الدور الاول اللي انتهت بفوز النادي الاهلي 3-2 بعد المباراه كانت ماراثونيه وكانت مباراه عصيبه شويه، لان احنا زي ما احنا قلنا ان الناحيه الفنيه للفرقتين عاليين، ورجع تاني المنافسه ما بين قطبين الرياضه الاهلي والزمالك. طبعا لان كمان النادي الاهلي يعني ما شاء الله ال 12 لعيب كلهم بيلعبوا منتخبات، اللي بتسجلوا او ال 14 الموجودين في السكور شيت كلهم منتخب مصر، سواء سابق التحق بالمنتخب في الفتره السابقه او حالي. طبعا النقطه الثانيه طبعا الجهاز على مستوى عالي، دي ثالث سنه ليه، ويعني اعتقد الكيمياء بينهم وبين اللعيبه على مستوى بالزبط. كبير جدا بالزبط. واللعيبه بت 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 يعني بتلعب مش بس عشان خاطر البطوله، لا بتلعب كمان عشان خاطر الجهاز، وده شيء ده شيء مهم في جدا، حاله جميله طبعا، وده شيء مهم جدا، وشفناه احنا السنه اللي فاتت في بطوله افريقيا في تونس يعني، صحيح. فان شاء الله باذن الله النهارده احتفلنا مع بعض هنا في الاستوديو يا كابتن، كانت ايام جميله ان شاء الله تعود ان شاء الله النهارده يكون نفس الكلام برضو، والاهلي يحقق الفوز ويحسم البطوله من النهارده. الشيء كمان المميز لفرقه النادي الاهلي ان انت عندك تنوع ما بين الخبره وما بين مرحله الوسط وما بين الشباب، وكل العناصر الكابتن ميدو بيخلي كل واحد ليه دور في الفريق، وده برضو شيء مؤثر يعني. ساعات بنشوف عبد الله عبد السلام بيلعب، ساعات بنشوف حسام بيلعب البصير الثاني حسام يوسف، وده بيأدي وده بيأدي، فده بيدي قوه اكتر للفريق، صح، وده بيدي نوع من يعني من الاريحيه للعيبه، التنوع ده بالظبط، ان هو يعني في اي فتره من الفترات لو حصل دروب في اي فتره ما عنديش مشكلة. البديل بيشيل وبيأدي كمان، صحيح، عنده ليبروهات على مستوى عالي جدا سواء معوض او رمضان برضه بيأدوا بنفس القوه الاثنين ما شاء الله يعني، عنده ساعات البلوك، عنده اربعات، فان شاء الله. كابتن اخبار محمد عبد المنعم ايه يعني؟ هل هو والله هو بيشارك بس يعني مش لسه مش بصفه اساسيه يعني، هو بيبقى تبديل، بيبقى بيلعب شوط، وده طبيعي طبعا لان هو برضه الاصابه اللي كانت عنده. خلينا نفكر الساده المشاهدين، محمد عبد المنعم اصيب برباط صليبي كان في بطوله افريقيا اللي فاتت في تونس، احنا تابعنا وهو بيبكي في المستشفى والفرقه بتلعب نهائي يعني، فهو الحمد لله يعني عاد الملعب، حضرتك بتقوله بيشارك على فترات، فدي حاجه برضه خبر يسعدنا. لا لا هو كمان من اللعيبه الخبره والمؤثرين جدا، سواء بمشاركته او حتى بقعدته بره بنصايحه لا، فالكلام ده طبعا بيفرق مع الفريق ككل. الحمد لله ان هو يعني رجع، والحمد لله على سلامته وان شاء الله النهارده باذن الله. طب كابتن قول لي برضو، انا برضو يهمني قبل ما نخش نتكلم في الناحيه الفنيه، اخبار الاصابات ايه؟ شايف في اصابات عندك في الفريق في حاجه؟ هو الاصابات المعتاده يعني من المشاركات سواء متكرره اجهاد في العضلات بسيط يعني، بس النهارده ان شاء الله من كل الكتيبه جاهزه ان شاء الله باذن الله، ويحسموا ان شاء الله ان شاء الله. كابتن هاني يمكن عايزين نتكلم على الاصابات، الحمد لله كابتن ماجد طمنا مفيش حاجه، الحاجات الدنيا تمام عندنا الحمد لله يا رب، تاتش وود. عايزين نتكلم على شكري الجويني شويه، شكري الجويني مركز 4، يمكن عندنا في مصر نقص في هذا المركز بشكل كبير، والاعمار بتكبر واللي طالعين من تحت يمكن عندنا في نقص كبير. شكري الجويني يعني حضرتك شايف ان هو احنا هو في تونس لعيب كبير، لعيب ترجي وجه سنه اعاره، لحتى الان يعني قادر ينسجم مع الفريق ولا لا؟ هو خبرته كبير يعني، هو لعيب في منتخب تونس بقاله فتره طويله وفي الترجي، وعلى طول واخد على جو المنافسه يعني، هو والكروس اللي معاه اللي في الزمالك هما الاثنين يعني، الاهلي والزمالك اختاروا الاثنين التوانسه بتوع اربعات ان هم يجوا،
رغم يعني انا شايف ان ده يعني مش في مصلحه الكره الطايره المصريه، انما احنا بنتكلم على المستوى الاحترافي دلوقتي. انت هو لعيب محتاج عندنا دروب في المركز ده، فلازم نغطيه لغايه لما يطلع عندنا لعيبه كويسين. لعيب خبرته عاليه طبعا، غلطاته قليله، ودي من مميزاته ان هو يعني ما بيعملش غلطات، ما بيشوطش مثلا كره في الاوت، ما بيشوطش حاجه في الشبكه، لا لا يعني تلاقيه على طول متزن، ارسالاته مش بيضيع ارسالات كتير. فهو لعيب مطلوب ان هو يكون موجود النوعيه دي في الماتشات دي، ان هو اللعيب اللي ما بيغلطش كتير، لان ده خاصه الماتشات اللي بتبقى ماشيه ايكوال، وكمان في افريقيا نفس الكلام هنشاف نفس المنظر. فهو يعني انا طبعا هو هيبقى له، ممكن يبقى له دور كويس. غالبا اللي هيبقى معايا يعني انا شايف في المباريات اللي فاتت احمد سعيد، لا ابتدى لما تحول من اثنين من كروس باستير لمركز اربعه ابتدى يوم عن يوم يتقل في يعني المركز. يعني احمد سعيد السنه دي بيلعب اغلب اوقات واربعه، أغلب السنه اللي فاتت شفناه حتى في افريقيا كان بيلعب اثنين، كان بيلعب اثنين لكن هو السنه دي نظرا لاصابه منعم وان زي ما قلت لك كابتن محمد مصالح زقه فيه ابتدى ميدو يديله في اربعه كتير وثبت نفسه. الحقيقه ثبت نفسه وهو مجتهد جدا وبيعمل مجهود جامد جدا. برافو. فنتمنى له التوفيق، لان ده هيبقى حتى لمصر مهم جدا طبعا، ان هو حد صغير وصعب جدا على السن ده تقلب مركزك وتتفوق فيه، دي حاجه برده بتبقى محسوباله جدا. يعني عمل مجهود جامد جدا في الموضوع ده وماشي بيه. حتى في منتخب مصر هو لعب في اربعه في الدوري العالمي، هو كان اساسي في اربعه وبرده ادى كويس، فربنا يوفقه لان ده هيبقى لعيب مهم جدا في الموضوع. طب كابتن يعني ما تقول لنا كده تشكيل الجهاز، يعني متوقع خلينا في الجهاز الاول ونخش بس عشان بعد كده على اللعيبه ناخد الفرقه تشكيل. اتفضل يا كابتن. الجهاز طبعا ميدو محمد مصطفى المدير الفني، ربنا يوفقه ان شاء الله ويعمل مباراه كويسه باذن الله. معاه تامر مجدي مدرب عام ومحمود جمعه، الاثنين يعني زمايل مع بعض هايلين، يعني جهاز تحس ان هو متكامل مع بعضه فنيا جدا. وطبعا معاهم محمد زكريا المحلل التقني، ده من احسن المحللين الفنيين الموجودين، ومعاهم هيثم عاطف والحسن عبد المجيد اخصائي علاج طبيعي ومخطط احمال، وميكي مدلك، وطبعا مدير اداري كابتن خالد ابو زينه، والاداري ايمن علي، ومحمد شوكت طبيب الفريق. دول ده الجهاز الفني الاداري والطبي الكامل. طب نستعرض مع بعض برضو اسامي اللاعبين يا كابتن. اللاعبين لو هنتكلم القايمه كلها، عندنا عبد الله عبد السلام وعبد اللطيف عثمان وعبو عبد الحليم وعبد الرحمن حسين لعيب مركز ثلاثه، ومحمد عادل لعيب مركز ثلاثه، كريم فرج صانع الالعاب، احمد حماده، مروان صلاح، احمد عبد العال، حسام يوسف، محمد عبد المنعم، احمد قطب، شكري جويني، احمد سعيد، ويوسف حمدي الصافي، ومحمد معوض، ومحمد رمضان، وشريف احمد. دي القائمه كامله بتاعت فريق الاهلي. يعني كلهم هيتسجلوا في المباراه؟ هيسجل 14 طبعا. 14 الثلاثه ليبرو مش هيبقوا في الثلاثه ليبرو، في واحد فيهم هيبقى اعتقد يعني ميدو في اوقات بيخلي واحد منهم لعيب، يعني لانه بيبقى في تغييره مهمه جدا في المباراه. اللي هو بينزل مثلا مكان لعيب ثلاثه يلعب سيرف، او بينزل مكان لعيب اربعه الاقل في الاستقبال الثلاثه بوزيشن اللي ورا. التغييره دي بتبقى للمدربين مهمه جدا. طب انت بتتوقع مين اللي هيبقى ليبرو صريح النهارده؟ متهيألي معوض عشان برضه خبراته، يعني ممكن يدخل رمضان او شريف احمد، واحد منهم يخليه هو اللعيب اللي انا بتكلم عنه، اللي هو يبقى احتياطي في اربعه، يعني ينزل يعمل دور مهم في اخر الجيم زي ما عملوا رمضان السنه اللي فاتت بالظبط. خلينا بس، دي طبعا لقطات من احدى التدريبات والاستعدادات لفريق الطائره في صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي في الجزيره، وكابتن محمد مصالح ميدو والمدير الفني تحس انه بيلعب معاهم في الملعب طبعا من الشد العصبي. وده تدريب ده تدريب باين واضح انه تدريب، وهم طبعا ده استعدادات للمباراه، واكيد ان شاء الله كمان واستعدادات لافريقيا، وزي ما احنا شايفين الجديه في التمرين باينه، وكمان يعني ان شاء الله الروح كويسه، ان شاء الله نشوف حاجه كويسه من الفرقه دي النهارده ونشوف افريقيا حاجه كويسه. كابتن ماجد، اجل حضرتك محتاجين نقول المراكز، يعني نستعرض، احنا كابتن هاني استعرض معانا اسامي اللاعبين، عايزين المراكز نحط عليها الضوء اكتر، ومين ممكن نبتدي بيه المباراه. هو ال 18 اسم اللي قالهم كابتن هاني، اعتقد منهم هيبقى المعدين عبد الله عبد السلام وحسام يوسف، تمام، هم دول المعدين الاساسيين، تمام، والليبروهات هيبقى محمد معوض ومحمد رمضان، دول برضو الاثنين ليبرو اللي هيبقوا موجودين، تمام. المركز اربعه انا شايف ممكن مروان صالح يبقى بره، احمد حماده بره، ومعهم كريم فرج صانع الالعاب الثالث يبقى بره، فيبقى عند اتفضل عندنا 14 اسم، تمام،
ممكن يشرك احمد حماده في مركز اربعه مكان حد من مركز اربعه لو لا قدر الله محمد عبد المنعم مش جاهز بالظبط او برضو احمد عبد العال، بس اعتقد ان احمد عبد العال شارك في ماتشات اللي فاتت دي كتير، فيبقى صعب ان هو يخرج، وصعب برضو ان سواء احمد السعيد او شكر جويني يخرج، فيبقى هو المرشح في كل الحكايه دي ان هو ممكن لو في اصابه لا قدر الله او حد عدم جاهزيه أو حد مش فورمته يخش مكانه احمد حماده. تمام. الفرقه كده يعني اعتقد متكامله، يعني ان شاء الله باذن الله يعني يبقى التوفيق بس محالف للفريق، وهنشوف ان شاء الله مباراه قويه جدا لان العناصر كلها متكامله، سواء الاساسيين اللي هيلعبوا يبداوا، وهو التشكيل غالبا ان شاء الله برده مش هيخرج عن عبد الله عبد السلام و للبدايه في مركز اثنين. تمام. وبيبدا سواء عب وعادل في مركز ثلاثة واربعه هيبقى احمد سعيد وشكري الجويني. شكري الجويني. الغريبه والمفاجاه اللي كابتن قال لنا ان احمد سعيد في تغييرته من مركز اثنين لاربعه حجز مجاله اساسي. هو حجز يعني حجز من السنه اللي فاتت، هم في المنتخب حولوه في مركز اربعه للنقص الشديد جدا في المركز ده في مصر عموما، واثبت كفاءه كبيره جدا السنه اللي فاتت في الدوري العالمي. من السنه اللي فاتت وهو بيأدي في المركز ده بشكل هايل جدا. ومركز اربعه مشكلته الاساسيه ان هو بيبقى عايز ثقه في الاستقبال. طيب كابتن انا اسف هقطع حضرتك، بس هم بيبلغوني في الاعداد ان سموحه والجيش المباراه اللي قبلينا الجيش فاز بشوطين، الشوط الاول 25-18 25-21 الشوط الثالث 21-21. هو طبعا الماتش واضح ان هو ممكن يطول بس هو لو الجيش فاز خلاص خد الجيم ده خلاص بيتهيألي ده الماتش اللي قبلينا، يعني احنا ان شاء الله بيتهيألي ممكن حتى لو طول معمول حسابه، احنا لسه الساعه 5:15 والمباراه ميعادها 6:30. ما هو لا بيتهيألي في وقت تقريبا 35 دقيقه ل 40 دقيقه بالظبط تسخين للفرق اللي هتشارك طبعا. احنا يهمنا طبعا لان الاهلي النهارده لو كسب يبقى حسم البطوله خلاص، مش محتاج الماتشات لا جيش بعد كده ولا اي حاجه. فان شاء الله نبص على الماتش بتاع الزمالك النهارده ان شاء الله هو بإذن الله. المفتاح بتاع المكسب باذن الله. بس استاذنكم يا جماعه بس نقفل الاير بيس بس عشان انا استاذنك يا كابتن هاني، احنا النهارده لازم لينا خطه استراتيجيه اكيد كابتن محمد مصلحي يعني حاططها في دماغه او بيلعب بيها دايما فريق الزمالك. توقعك النهارده ايه اللي هيعتمد عليه محمد؟ شوف هو في الفرقتين عندهم خبرات عاليه في مركز صانع الالعاب. الاهلي كان ناقصه يعني عبد الله هيتقل قوي الاهلي في الموضوع ده ان هو امتى يلعب لمين بالظبط، دي بتبقى مهمه جدا في صانع الالعاب. نص الفرقه طبعا يعني دي هو يعني ففكره عالي جدا. الناحيه الثانيه كده برضه اشرف حسن خبرته برضه عاليه وكويس. هنيجي هنا اللي هيفرق فعلا في الماتش ده واللي يدي افضليه هو كروس البصير اللي هو اود او رضا، هما الاثنين دول تملي يعني كان يعني اكبر مدربين امريكا تملي كان بيتكلم يقول الفرقه اللي تعمل طفره اللي عندها كروس البصير القوي، يعني داك بيل دي كانت رايه دايما يقول ان يعني مصر، هو اتكلم عن مصر تحديدا واتكلم عن احمد صلاح وقال ان مصر عملت الطفره دي لوجود احمد صلاح فيه. فالمركز ده مركز خطير جدا لان هو الارسالات بقت قويه جدا في كل العالم وهنا في مصر الارسالات بقت قويه جدا، فبالتالي الاستقبال مش كل مره بيجي على ايد البصير في المنطقه اللي نقدر نعمل فيها صحيح. الفنتات او الكومبلكسات الكامله فالكوره بتبقى بره شويه بره التلت، فبالتالي الاوت اوف سيستم اللي هو الكور اللي مش مظبوطه في الاستقبال الفريق اللي هيقدر يخلصها هو اللي هيكسب ويبتدي الكلام ده من عند كروس بصير. كروس بصير هو اهم لعيب بقى في الموضوع اللي هو أوب. فبالتالي احنا يعني عامل اساسي جدا لنجاح الفرقه هي توفيق اوب النهارده او ان هو يبقى في الفورمه بتاعته ده اهم واحد مع طبعا عبد الله ان هو يقدر يمشي الملعب كله. فانا يعني اتمنى ان اوب بقى يدينا مستوى اللي هو كان فيه من سنتين، لانه الحقيقه هو من سنتين ثلاثه كان في مستوى رائع جدا وكان زي احمد صلاح وكان معديه كمان. بس الحقيقه ان هو في السنتين اللي فاتوا قل شويه مستواه قل شويه، نتمنى ان هو يرجع للمستوى بتاعه ده اللي هيفرق جدا على فكره. النتيجه دلوقتي الجيش وسموحه 23-23 يعني ده لو الجيش خلص المباراه بيتهيألي يبقى 3-0 يبقى الجيش خلص. وخلينا
24-24 الماتش ماشي نقطة ماشي نقطة بنقطة نقطة بنقطة. طيب كابتن خليني استعرض مع حضرتك برضو رحلة النادي الاهلي من مشواره من اول الدور التمهيدي برضو حضرتك تقول لنا المجموعة اللي كان فيها وفاز ازاي وهنستأذن برضو كابتن ماجد ياخد لنا الدور النهائي الاول والثالث. اتفضل يا كابتن. في المجموعة كان معايا القاهرة والحوار بتاع المنصورة والشمس وبتروجيت والفيوم والاعلاميين. طبعا الاهلي فاز عليهم كلهم 3-0 تمهيدي كله 3-0 واحتل طبعا بس المجموعة وبعد كده دخل النهائي بقى ماجد يتكلم. اتفضل يا كابتن دور قبل النهائي. كان معاه القناة والعاب دمنهور وطيران وفاز على القناة 3-0 من الدور ده اتلعب رايح جاي. رايح جاي بالظبط. فاز على القناة 3-0 رايح جاي وعلى دمنهور العاب دمنهور 3-0 برضه رايح جاي وطيران كسب الماتش اللي في ارض النادي الاهلي وفي جامعه عين شمس 3-1 3-1. يعني الاهلي في الدور التمهيدي والدور قبل النهائي ما خسرش غير شوطين من مجمل 1-2-3-4-5-6 هو خسر شوطين من الطيران بس. طيران. من 12 ماتش خسر شوطين فقط. هو شوطين من الطيران 3-1 3-1. طب الدور النهائي يا كابتن؟ الدور النهائي طب انا اسف يا كابتن 26-24 للجيش انتهت المباراه بفوز الجيش 3-0. هو الخبرات في الجيش طبعا على طبعًا. احمد صلاح خبرات. بس برافو على سموح. طبعا هو يعني لما الشوط الاول يخلص 25-18 الشوط الثاني 25-21 الشوط الثالث 26-24 لا الحقيقه سموحه يعني طبعا اكيد عامله اكيد عامله فرقه كويسه. هو كمان الجيش السنه دي مش يعني خروجه بره المنافسه وخسارته من الاهلي ومن الزمالك في الدور الاول ده مأثر اكيد على الفرقه بالاضافه طبعا الى ان كابتن عبد الله عبد السلام وجوده طبعا مأثر في عوامل كتير قوي مأثره في فريق الجيش السنه دي مأثره على الفريق يعني بشكل عام يعني. اكيد كابتن علي عايدي راجل محترم واكيد طبعا مدرب هايل يعني مدرب محترم واكيد هو هيقدر يحط ايده طبيعي اكيد الفرق اي فرقه في العالم لازم يحصل لها ضغوط أكيد, اكيد هو هيحط على ايده على السلبيات واكيد ان شاء الله هيطور القصه عنده. طيب نخش على الدور النهائي. الدور النهائي كان طبعا الاهلي والطيران وسبورتنج 6 اكتوبر اللي هو الثمانيه الكبار الاتحاد الزمالك سموحه الجيش. الاهلي فاز على الطيران 3-0 وفاز على سبورتنج 3-0 على 6 اكتوبر 3-0 على الاتحاد 3-0 فاز الاهلي على الزمالك 3-2 وبعد كده كسب سموحه 3-0 وكسب الجيش 3-0. ومباراه الزمالك الاولانيه كابتن كان اللي بياخد التقدم الزمالك يعني كانت بتبقى 1-0. بص هو حضرتك الزمالك السنه دي يعني عنده المعنويات اعلى كتير من كل السنين اللي فاتت واكيد وفنيات كمان يعني ما هو الفنيات تقريبا مش عاليه قوي زي الـ 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 يعني المعنويات لان الكابتن احمد مصطفى يعني بيعتبر الاب لا الاب الروحي للعيبه دي سواء يعني هو عمل يعني روح جميله جدا في الفرقه ومجهود طبعا يشكر عليه. ما انا بقول لحضرتك هو حتى في المباراه بتاعت الدور الاول كان الزمالك تقدم 1 الاهلي تعادل 2-2 وبعد كده الاهلي حسب 3-2 لانه طبعا كان الخبرات تفرق كتير. وبرضه في الدور النهائي الاول اللي هو الجوله الاولى في الدور النهائي اللي هو الذهاب الاهلي ما خسرش غير شوطين فقط هم الزمالك الزمالك بس والجيش فاز الاهلي 3-0 وحتى في وده اللي كان بيقوله كابتن هاني ان المنافسه اتقلبت من اهلي والجيش طبعا لاهلي والزمالك رجعت تاني ودي بانت من نخش بقى على الدور اللي احنا فيه يا كابتن اللي ان شاء الله على اساسه مباراه النهارده واهميتها. لعبنا مع الطيران 3-0 مع سبورتنج 3-1 مع اكتوبر 3-1 والاهلي مع الاتحاد السكندري 3-0 اعتقد في الماتشات اللي هي 3-1 مع سبورتنج والاكتوبر كان الكابتن ميدو بيجرب ناس اكيد لازم بيريح ناس طبعًا. عشان طبعا الروتيشن اللي بيحصل طبعًا. عشان الاجهاد أكيد. وكمان اعتقد ان هو برده الجهاز عينه على بطوله افريقيا فلازم يجهز كل الناس طبعًا. فما يعني ما نتخضش او ما نتضايقش ان الاهلي كسب 3-1 سبورتنج او اكتوبر يعني لان ده اكيد في ضمن الاعداد للعيبه كلها. خلينا يا كابتن بعد اذن حضرتك نتكلم بتفصيل اكتر. الاهلي ما خسرش ولا مباراه في 11 مباراه يعني احنا نقول الجو لغايه النهارده النهارده الجوله ال 12 في هم 14 ماتش عشان نقول للناس الساده المشاهدين والجمهور 14 مباراه. النادي الاهلي لعب 11 فازهم كلهم. النادي الزمالك خسر مباراه والجيش خسر مباراتين. خلينا نتكلم لانه عشان الحسابات يعني بالظبط عشان الحسابات فكده الاهلي مش خسران اي هزيمه. بص هي النقطه المقلقه شويه ان الاهلي كسب 3-2 فكده خد الزمالك خد نقطه والاهلي خد نقطتين. كل ماتش المفروض 3-0 او 3-1 بيبقى بثلاث نقط صحيح ما كنت لسه اسال حضرتك انما 3-2 دي
يعني خد نقطه زياده خد الزمالك. نقطه زياده فالنهارده يعني تبقى مقلقه لو الزمالك لا قدر الله يعني عمل يعني مكسب 3-0 3-0 او 3-1 خلاص يبقى كده هو يبقى هو فرق ماتشك وماتشه لا هو لصالحه نتيجه الماتشين بالظبط لصالح نادي الزمالك يبقى النقطه اللي هي بتاعه الدور الاولاني دي هي اللي بقى فيها مشكله بس هقول لحضرتك حاجه يعني الزمالك ممكن نتوقع هو فاضل له مين احنا فاضل لنا سموحه والجيش هم اللي فاضل لهم سموحه يعني الزمالك فاضل له سموحه والجيش والاهلي فاضل له سموحه والجيش طيب هو كده الجيش الماتش الجاي للزمالك هي ماتش النهارده زي ما قلنا في الاول وحضراتكم تشرفتوا وقلتوا هو ماتش البطوله هو النهارده نخلص باي نتيجه 3-1 3-0 3-2 اي نتيجه ان شاء الله باذن الله يبقى وتكسب ماتش واحد من الاثنين ما هو وممكن ما تكسبش الطبيعي ان لا انت لو كسبت لا مش الدرجه دي لو كسبت هيكسب الطبيعي النهارده لو كسبت لا انا بقول دايما في اسوء الظروف يعني في الورست كونديشن ان ممكن يكون السموحه والجيش مثلا انت كسبت النهارده بتهيألي ماتشين لا هو ايوه هتبقى فرقت 5 نقط خلاص بنسبه كبيره جدا يعني بنسبه 95% تكون خلصت يعني فان شاء الله النهارده هي الحاله اللي ممكن تعمل لنا مشكله او ان الممكن لا قدر الله اننا نخسر 3-0 او 3-1 حتى 3-2 يبقى كويس لان هو لان على الاقل يبقى ماتشك وماتشه ايكوال مع بعض والنتائج بعد كده لا بس كده انت ممكن تحتاج ماتش فيصل لا هيشوفوا بالنقط لسه هيشوفوا لا بالنقط انت بتتكلم في الموضوع ده ليه يا احلى لا لا انا بحط لا لازم نكون مع الساده المشاهدين بنحط كل الايه الاحتمالات عشان يعرفوا اهميه الموضوع طبعا طب هو الطايره في العاده يا كابتن هاني احنا الاول بنلجا للاشواط يعني اللي بياخد شوط او ما بياخدش انما اللي بياخد الطايره في القانون دلوقتي الحالي اللي احنا شغالين عليه عدد مرات الفوز اول حاجه يعني ما بنبصش للنقط احنا بنبص الاول كل فريق كسب كام ماتش تمام اللي كسب اعلى هو بيبقى الاعلى حتى لو نقطه اقل نقطه اقل ازاي ان هو كسبان ماتشات كتير 3-2 مثلا فنقطه تبقى اقل من الفريق التاني دي حصلت في بطوله العالم قبل كده فانت اول حاجه بنبص لها عدد مرات الفوز لو تساووا يعني هما الاثنين انت بتقول لا قدر الله لو الزمالك كسب الماتش ده 3-2 هيتساووا هيشوفوا النقط هيلاقيهم الاثنين زي بعض في النقط تمام يعني عاملين هيبتدي الاصوات بقى ليه وعليه يعني يحط بس فوق الاصوات اللي كسبانه لك قد ايه وعليك قد ايه وعليك قد ايه ويعمل نسبه مئويه فان شاء الله كل العك ده مش عايزينه خالص مش ان شاء الله بقول لك ليه احنا ليه لازم الناس تبقى عارفه لان هو الموضوع مش احنا زي القانون يعني زي الباسكت او زي اليد اليد فيه تعادل كمان يعني اليد ساعات بيبقى فيه تعادل فالفرقتين بيتساوي في الطايره الموضوع مختلف كابتن هاني وضح لنا انه المكسب الاول اللي بتحسب البطل على حسب عدد المكسب حتى لو انت كاسب او خسران اشواط كتير بس انت كسبت فخلاص انت عدد طب لو تساوي في عدد المكسب الماتشات بنروح للاشواط نشوف انت ليك قد ايه وعليك قد ايه فطبعا احنا ان شاء الله ما فيش الدنيا دي كلها السنه اللي فاتت الجيش كسب الدوري بكده يعني هو كنا سوينا في عدد الماتشات المكسب وتساوينا في كل حاجه بس هو كان في ماتش الاهلي كسبانه 3-2 والجيش كسبانه 3-1 بس يا كابتن خلينا نقول برضه ان عشان يعني انتقال عبد الله عبد السلام من نادي الجيش ورجوع تاني للنادي الاهلي يعني عمل الكفه كده شويه طبعا طبعا يعني ما حدش يقدر يتكلم احنا بنتكلم فنيا مع كل الاحترام والتقدير لكل طبعا الفرق على راسنا من فوق ولكن احنا بنتكلم فنيا انه عبد الله عبد السلام كصانع العاب رقم واحد الحقيقه ويروح من نادي الجيش لنادي الاهلي عمل الكفه كده شويه بص هو يعني في تاريخ الفولي من اول لما ابتدينا هتلاقي مركز صانع العاب هو حاسم في كل الاجيال صحيح. يعني هتلاقي من الاول خالص كان الشكشاكي مثلا ايام كابتن فؤاد مشهور جدا اللي هو كان بصير كويس بعد يجي جت اسطوره الاهلي طبعا كابتن محمود فرج قعد سنين طويله يعني عمل برضه هو المحرك الاساسي وبعدين طبعا مش عشان قاعد ماجد طبعا كان من يعني في لو نتكلم على صانع الالعاب انا بعتبره يعني بجد مش هزار هو طبعا هو معانا في الاستوديو بس من احسن صناع الالعاب اللي جم في مصر على الاطلاق صحيح يعني وكان اعصابه هاديه وكده لا وكان هو انت عارف النقطه بتاعت اعصابك هاديه وكده شوف النقطه بتاعت مين فين دي ما كانتش بتبقى عنده غلط خالص انا كنت قلت لك في الاول مين فين مين امتى مين امتى صح يعني هو يرفع لمين امتى دي ما كناش هو قاري الدنيا ومركز يعني بيشوف مين اللعيب الثلاثه لو صاحيين معاه بيديها له ان شاء الله في النقطه الاخيره لو حمدي في الوقت الاخراني الوقت المهم يبقى انت بيثني عشان تدي لا دي مشكله عند هيدي مين لا ويديله ازاي ويديها له مرتاحه ازاي موضوع قصه كبيره فدي كان ماجد كان مميز فيها وبعدين بعديه جه عبد الله فانت بتتكلم مثلا في 4-5 صنايع على مر التاريخ اساميهم محفوره اساميهم محفوره صحيح فهو مركز عبد الله هو دلوقتي هو اللي يرجح كفه هو وجوده مع الاهلي مفيش وان شاء الله باذن الله طبعا
احمد صلاح لما يجي السنه الجايه ان شاء الله باذن الله، لان هو دي رغبته ودي رغبه اللاعب. طبعا كابتن احمد صلاح احسن دريب يمكن في افريقيا ومن احسن دريبه في العالم مش بس في افريقيا. هو لاعب نادي الجيش، طبعا نادي الجيش المحترم. هو تعاقد معاه سنتين وخد معاه بطولات، يمكن خد معاه الدوري وخد معاه افريقيا دوري مرتين وافريقيا وكاس. فهو غالبا ان شاء الله هيرجع السنه الجايه، بتهيألي مع عوده احمد صلاح برده كابتن ماجد هيبقى عندنا برده هيعلي لنا القصه دي جامد والضرب وهيبقى عندنا خط هجومي من اقوى الخطوط الهجوميه طبعا في افريقيا طبعا. وهو تفاهمه مع عبد الله عبد السلام كثنائي يعني طبعا هو اللي كان بيشيل نادي الجيش السنتين اللي فاتوا دول، فطبعا وجودهم مع بعض تاني في النادي الاهلي هيبقى شيء يعني مميز جدا. وان شاء الله باذن الله يعني النهارده يكون عبد الله موفق، لان احنا برضو قيمه عبد الله مش بس كصانع لعب، قيمه عبد الله ان هو ليدر في الملعب للفريق ككل، حتى وهو قاعد بره بارشاداته بتجمعته للعيبه بروحه وحماسه كل الكلام ده كله باضافه كبيره طبعا. صحيح حضرتك. طب كابتن قول لي، احنا لو اتكلمنا عن مباراه الاهلي والزمالك في الدور الاول خلينا نتكلم عنها شويه، نقول مثلا يعني بتحليلك الفني للمباراه بمراقبتك ليها باللي انت شفته في المباراه، ايه اللي خلى النادي الاهلي يحسم اللقاء في النهايه؟ يعني احنا كنا شفنا وصلنا 2-2، ايه اللي خلى النادي الاهلي يحسم اللقاء في النهايه؟ هو اللي حسم اللقاء عامل الخبره يعني لان اصابه المعلى لعيب تونس مركز 4 للفريق نادي الزمالك كانت عامله هزه شويه وفي نفس الوقت كانت عامله دافع. اصابه خطيره يا كابتن ولا اصابه بسيطه؟ هو اصابته المفروض ان هي حاجه في الركبه بس انا ما اعرفش تفاصيلها ايه. انا سامع كمان احتمال ما يلعبش النهارده. النهارده لا، هو نزل التمرين من يومين بس. يعني انا سمعته ان هو نزل التمرين الجماعي مع الفرقه من يومين، فاعتقد مشاركته مش هتبقى مشاركه. هو اتصاب في المباراه دي يا كابتن؟ تقريبا في اول المباراه. اول المباراه طبعا ده عمل عمل بس هي جت برضو يعني بالنسبه لفريق الزمالك يعني دفعه، لان دايما بتقول ابو سعود دايما بتقول الاصابه اللعيب مهم يا تنزلك ما هي يطلعك. هي بقى زي ما حصل السنه اللي فاتت مع منع الدفعه اللي بي بي يعني وده بيعتمد لما تكون الفريق كله كمجموعه مترابط ومتماسك، وده اللي انا قلت لك عليه قبل كده برضو ان كابتن حضرتك هنا فعلا واللي عامله احمد كابتن احمد مصطفى السنه دي الترابط والتماسك في الفرقه دوت، هو برضو ده اللي خلى ابو سعود اما نزل مش بس ما حسيناش بفرق كمان ادى بمستوى هايل جدا. بس اللي حسم النقاط الاخيره في الشوط الخامس لماتش الاهلي والزمالك اللي في الدور الاول، ودي لقطات منها يا كابتن من الدور الاول اللي حسم الكلام دوت هو الخبره بتاعت لعيبه النادي الاهلي. النادي الاهلي خبره والدوليه كمان طبعا الخبره وبرده حسام اما نزل في فترات عصيبه جدا كان بيأدي بشكل مميز، وده برده اللي انا قلت لحضرتك عليه ان هو عبد الله وحسام ان شاء الله باذن الله النهارده لو كانوا موفقين وبيأدوا بصوره عاليه ان شاء الله يعني الموضوع مش هيوصل اكتر من كده. يا كابتن بص حتى اللقطات بتبين حتى الماتش كان فيه حماسي جدا. لا يعني هو يعني الامانه احنا من فتره طويله كابتن هاني قال الكلام ده ما شفناش الزمالك بيلعب بالروح دي وبالقتال ده في الملعب، لانه هم حاسين ان لا في شكل جديد في نادي الزمالك، وده اللي بيدي يعني وخلينا نقول برضو يا كابتن لما بتبقى المنافسه بين الاهلي والزمالك طبعا الموضوع بيكون بيفرق جامد. وبعدين الميزه في فرقه الزمالك السنه دي برضو ان يعني ده من وجهه نظري كابتن اشرف ابو الحسن يعني لا غبار عليه كصانع العاب، بس هو عنده يعني على الشبكه طبعا في حائط الصد ثغره واضحه عشان هو مش طويل ثغره واضحه جدا. فهو كابتن احمد مصطفى في الماتش اللي فات بالذات قدر ان هو يتغلب على النقطه دي ازاي بقى؟ بتوجيه الارسال. توجيه الارسال عكس بتوجيه الارسال بحيث ان هو يوجه الارسال بتاع الفرقه كلها في مناطق محدده عكس ابو الحسن عشان ما تبقاش عشان حتى لو جت عند اشرف بتبقى جايه بره الشبكه شويه، جايه مش مظبوطه، مش مرتاحه، مش معمول فيها فنت. فهو يعني نجح هو، واعتقد ملاحظه فنيه حلوه جدا. الطاقم الفني معاه برده شغال بنفس الاسلوب ده. هو مش عايز يخسر ابو الحسن بره؟ لا طبعا، لانه لا اشرف قيمه كبيره جدا كصانع لعب. بس يعني على الشبكه يعني في دي من احد. بس احنا ما عندناش مشكله، عبد الله عبد السلام ما شاء الله. لا احنا الحمد لله سواء عبد الله او حسام الاثنين ما شاء الله بيخشوا يعني صد محترم جدا ودون فوق الشبكه ما شاء الله يعني بالربع متر ونص متر. وهو ده يعني هو ده ان شاء الله باذن الله النهارده
النهارده يتداركوا الكابتن محمد ونقدر نحنا نضغط عليهم بالعكس بقى. بالارسالات بتاعتنا. بالارسالات بتاعتنا نضغط عليهم جامد قوي بحيث ان احنا نخلي التركيز بتاع اشرف يبقى قليل، ان الكره دايما واصله له بايظه. بس برضو ده هيبقى دور عبد الله عبد السلام وحسام برضو بامانه، يعني حتى لو حصل توجيه للسيرف هم يقدروا يديروا الملعب، ولا يا كابتن هاني؟ يديروا الملعب بحيث ان برضو نروح عند الحته اللي احنا حاسين ان فيها نقطه ضعف. ان شاء الله باذن الله، يعني هو ده يحصل، يعني هي دي المفتاح السحري اللي استعمله كابتن احمد مصطفى في الماتش اللي فات، وده اللي كان بيديله الافضليه دايما والتقدم واضح دايما. واضح كابتن انه حتى هنا يعني الفرقتين كانوا مركزين قوي. طبعا المباراه كانت واضحه جدا، مركزين قوي، يعني حتى شايفين عبه في الملعب، يعني تركيز فيه، بص يعني حتى على الشبكه البلوك مركز، الدنيا الاستقبال، لا يعني متهيألي النهارده مباراه هنشوفها. هو كمان انا اقول لحضرتك على حاجه، السنه دي زي ما قال كابتن هاني احنا بقى لنا سنتين لا الاهلي ولا الزمالك بياخدوا الدوري. صحيح. فالسنه دي الفرصه جت للفرقتين. صحيح. يعني فكل فرقه فيهم مركزه بحيث انها تخلص السنه دي. صحيح. يعني وتستعيد البطوله السنه دي، وعشان كده الماتش طالع ما بين الاهلي والزمالك بالتقارب ده وبالمستوى ده. لا والروح، يعني انا شايف الناحيتين بامانه الروح عاليه كانت في المباراه دي، وكان حماس، ماتش كان حماسي جدا، وبتهيألي النهارده هيكون كده. اصل بص يا كابتن الفرقتين نازلين، يعني كل واحد عنده، اشوف الكابتن ماجد قال لخصها بقصه، قال لك كل واحد عايز يرجع الدوري، وده حقه وحق مشروع لكل فرقه، محدش يقدر يقول حاجه. عظيم سلام، انت حقك تفكر في اللي انت عايزه، ولكن لما بيكون المنافسه فيها اهلي وزمالك، اهلي وزمالك وامل للفرقتين ان كل واحد يتوج ببطوله الدوري، لا الموضوع بيكون فنيا عالي طبعا. جدا طبعا. نتمنى بس يعني ان شاء الله النهارده يبقى فرقتنا في حاله، رجالنا قادرين ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يسهل يعني باذن الله. طب كابتن خلينا نتكلم، انت حضرتك بتراهن على كروس بصير احمد قطب وكابتن ماجد، متفقين حضرتك وكابتن ماجد على اهميه عبد الله عبد السلام. عايز اتكلم عن عبه النهارده. الحقيقه عبه عنده ميزه كبيره جدا الحقيقه، مجرد ان احنا كنا مشاهدتنا في المباريات، عبه عنده حته اللعب السريع وعنده بيخطف الكره بشكل حلو قوي. بالتالي عبه النهارده ليه دور كبير، لو اترفع له مظبوط على نص الشبكه ولعبها بشكل سريع لا هيبقى في شكل تاني، انا بتهيألي كده. لا هو يعني احنا مش هنتكلم على عبه بس، هنتكلم على عبه ومحمد عادل ايا كان في المركز الثلاثه. يعني بلا ادنى شك ان في تفوق جامد جدا في مركز ثلاثه للاهلي. يعني ده ما فيهوش كلام، لان هما الاثنين الاساسيين بتوع المنتخب، هما الاثنين اطول بكتير، هما الاثنين خبراتهم عاليه، هما الاثنين كل حاجه، ويعني قول زي ما انت عايز، قول زي ما انت عايز في المركز. صحيح. ده فاحنا المركز ده مش مقلق في الاهلي ان شاء الله، يعني الاثنين كويسين والاثنين لو يعني باختصار كده، لو احنا الاستقبال بتاعنا في الاهلي جه مظبوط الماتش هيمشي في منتهى السلاسه. يعني انت انا اهو احنا لسه الماتش ما ابتداش، الفايصل في الماتش ده عشان الاهلي يكسبه بسهوله الاستقبال يجي كويس. الاستقبال جه كويس هنقدر نلعب سريع، ما اعتقدش ان في حد يقدر في الزمالك يوقفهم، هما الاثنين. عشان كده انا قلت لحضرتك فبالتالي الامر هيمشي بمنتهى السهوله. لان ليه انا قلت كده؟ لانه انا حتى عبه في بطوله افريقيا اللي فاتت يا كابتن حسب ان هو كور كتيره كتير. جدا. حتى فاكر لما حضرتك كنا في الكواليس وتتكلم كنت تقول لو راحت له دي هيخلص. فبالتالي عبد الله عبد السلام عنده من القدره انه يقدر يوزع ويختار مين هو اللي يقدر يخلص. فشايف عبه النهارده او مركز ثلاثه بالذات محمد عادل، بقول ان هو هيكون ليه دور كبير. طب خلينا برضو نتكلم يا كابتن على الليبروهات. خلينا نقول ليبرو، نعرف ان الساده المشاهدين ان الليبرو ده لعيب دفاعي شغلته الاستقبال، والنهارده حضرتك بتتكلم على الاستقبال مهم جدا، فاذا معوض النهارده عليه دور كبير جدا في ضبط الاستقبال. هو يعني انا من وجهه نظري خد بالك ان الثلاثه بتوع الاهلي يعني احسن ثلاثه ليبرو موجودين، ثلاثه كويسين جدا ثلاثه. صحيح. فهو ميدو بيبقى عنده مشكله، هو هيلعب مين؟ فطبعا هو بيختار معوض في الماتشات الحساسه عشان خبراته. صحيح. الراجل مده طويله في المنتخب الاول وحافظ اللعيبه، فبالتالي هو بيدي الافضليه. صحيح. لمعوض، لكن هو معاه واحد بره جامد جدا برضه، سواء شريف او محمد رمضان ايا بس منه. ممكن استعين بيهم كلاعب عادي، هيستعين بالثالث كلاعب عادي، لكن هو اثنين ليبرو واحد ثالث هيبقى لعيب عادي. وخلي بالك ممكن يا كابتن كلام حضرتك ده ياكد ليه؟ انه ممكن يحتاج للعيب العادي ده لما يحب يقلل الاستقبال. برافو عليك. ما هو انا قلت حاجه في الاول، قلت لك ان هو بيستغل اللعيب الثالث ده
في التغييره بتاعه يعني لعيبه اربعه الروتيشن يحصل يعني لعيبه اربعه استقباله قليل شويه فهو رايح على السيرف مش هيحتاجه في الاتاك قوي فبينزل واحد من دول عشان يظبط استقبال في الثلاثه بوزيشن فتره من الفترات ويسحبه ثاني لما الروتيشن مش فتره عاديه يعني غالبا الموضوع ده بيبقى فوق ال 20 فوق ال 20 النقطه من ذهب مجرد ان انت الاستقبال جه كويس وخلص الديفنس طلعت كويسه خلاص ممكن تكسبك ماتش صحيح فمهم جدا اللعيب الثالث اللي هيبقى منهم يبقى لاعب جاهز برافو كابتن ماجد برضو خلينا نتكلم عن الليبروهات فريق الزمالك لانه احنا برضو زي ما احنا بنتكلم كده اكيد نادي الزمالك بيتكلم بيقول انا عندي الاستقبال لو كويس اقدر هقود المباراه زي ما انا عايز الليبروهات عند نادي الزمالك اخبارهم ايه؟ هو عندهم ليبرو الاساسي رضا طبعا ده كان بيلعب منتخبات ناشئين كتير وانضم لفترات اعداد في منتخب مصر هو ليبرو كويس طبعا ومجتهد بس هو زي ما احنا بنقول كده المفتاح بتاع اللعب كله سواء في الاهلي او في الزمالك هيكون قوه الارسال استقبال الكره الاولى وهنا في اللقطات دي يا كابتن رضا هو الليبرو في الملعب هو اللي في الملعب هو استقبال الكره الاولى بالنسبه للزمالك اهم بكتير بص يا كابتن النقطه دي استقبالها حلو وخلصت بكل سهوله ما هو هو الاستقبال هو اللي بيفك المشكله عند الفرقه ككل لان هو انت دلوقتي لما يكون الاستقبال مظبوط فبيجي للبصير يقدر يعمل منه صحيح. تركيبات يقدر يدي سريع يقدر حتى لو ما اداش سريع هيوقف السنتر بلوك بتاع الفريق المنافس فهي تطلع بسنجل بلوك سواء الناحيه دي في مركز اربعه او في مركز اثنين فالنقطه في الاستقبال خصوصا ان انا من وجهه نظري كبلاي ميكر اشرف ابو الحسن لما يضغط عليه بالارسال قوي والاستقبال يجي له وحش هو ذهنيا بيفك أكيد. لان انت دلوقتي بتشيل منه اهم ميزه عنده اشرف ميزته ان هو صانع العاب متميز بيوزع اللعب بطريقه متميزه وبيخلي شكل اللعب حلو لما تشيل دي منه هيفضل عنده ايه الديفو بالظبط اللي هو البلوك وحش البلوك صحيح وطبعا تحركاته برده قلت مع السن فيبقى انت كده بتشيل الميزه الاساسيه في الفرقه صحيح فبالتالي هو هيبقى مركز جدا في ان الاستقبال وحش والاستقبال وحش فهيخرج بره الجيم ويخرج بره تركيزه العكس لو حصل ان احنا لعبنا ارسالات سهله والاستقبال كان كويس هيبتدي يبدع بقى ويتالق ويعمل فنتات ويحمس اللعيبه ويبتدي يلعب بمزاج زي ما بنقول صحيح فهو الفارق في كلمه السر الفارق في الجيم النهارده الارسال والاستقبال ارسال قوي جدا ضغط الفرقه الثانيه ضغط على الفرقه استقبال كويس خلاص يبقى الموضوع خلص اذا كلمه السر هي الاستقبال ثم الاستقبال ثم الاستقبال الحقيقه بيبلغوني لازم نطلع فاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نستكمل تغطياتنا المستمره لمباراه القمه بين الاهلي والزمالك في الجوله ال 12 في نهايات الكره الطائره هنروح لفاصل سريع وارجع لحضراتكم يا كابتن هيثم برحب بحضرتك وكل مشاهدينا في كل مكان في اطار متابعتنا لمباراه الاهلي والزمالك في نهائيات كاس الكره مباراه كره الطائره للدوري الممتاز الف معانا رئيس الاتحاد المصري لكره الطائره المهندس خالد ناصر سليم انا يا باشمهندس برحب بحضرتك في البدايه يعني تقولي عن المباراه النهارده ومباراه حاسمه في مشوار الدوري والاطار الاستعدادات ونقل المباراه للاسماعيليه يعني كلمنا عن المباراه بشكل عام عنها النهارده طبعا احنا زي ما شفنا الماتش الاولاني كان غايه في الجديه وغايه في الاحتراف لانه كان ماتش ما كناش عارفين مين اللي هيكسب خاصه بعد كان الماتش اللي فات تقدم النادي الزمالك وبعد كده حصول النادي الاهلي على المباراه النهارده متوقعين برضو نشوف مباراه جيده فيها كل انواع الاحتراف اللي موجوده على مستوى الكره الطايره في مصر ده اقوى مباراه موجوده في الدوري الممتاز بتاعنا يعني في اطار تنظيم الاتحاد المسابقات يمكن المسابقات معظمها قرب ينتهي يعني التنظيم ونقل مباراه الاسماعيليه الهدف منه وهل المباراه هنشوفها الفتره المقدمه بتقام في القاهره ولا استمرار للمباراه الهامه نقلها الاسماعيليه هو احنا الحقيقه بناخد المباريات الهامه اللي ممكن يكون فيها بعض احتكاك من الجمهور بناخدها في الاسماعيليه برضو لنشر اللعبه ونوري جمهور الاسماعيليه المباريات وكده فنيا بقى بصفه حضرتك رئيس الاتحاد شايف المباراه فنيا ازاي النهارده في ظل
تقدم النادي الاهلي في الترتيب والنادي الزمالك في الوصف. اعتقد المباراه النهارده تبقى اعلى مستوى في جميع المباريات على مستوى الدوري الممتاز, وانت هنتفرج مع بعض على مباراه حلوه ان شاء الله. شكرا يا فندم, اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا. كابتن هيثم, ده كان لقائنا مع المهندس خالد ناصر سليم رئيس الاتحاد المصري لكره الطائره, اتكلم على حضرتك. الزميل محمد توفيق, شكرا جزيلا. الحقيقه طبعا شفنا لقاء المهندس خالد ناصر سليم رئيس الاتحاد اللي كان, والحقيقه هو الراجل اكد على نفس الكلام اللي احنا بنقوله طبعا المهندس خالد ناصر سليم, ان المباراه النهارده فنيا اقوى مباراه في الدوري, ورجعت تاني المنافسه بين قطبي الرياضه في مصر الاهلي والزمالك, واكيد ده بيثري اللقاء وبيخلي اللقاء فيه متابعه جماهيريه عاليه ان شاء الله. وهو يعني بيقول خلينا نشوف, هو ما قالش اي توقعات غير انه هيلاقي مباراه قويه زي اللي حصلت في الدور الاول. بيتهيألي الكلام برضو مؤيد لنفس الكلام اللي احنا قلناه كابتن هاني طبعا في نفس الـ يعني بدايه الاستوديو, ونفس الكلام كابتن ماجد, بيتهيألي نفس الكلام اللي احنا اكدنا عليه. راي حضرتك ايه؟ والله بص حضرتك, انا من منظر اللاعبين كده هم لازم بيسخنوا, انا يعني عايز تلعب يا كابتن؟ لا, لا 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 خلاص, انا شايف ان لعيبه الزمالك مشدودين اكتر, وده طبيعي لان الاهلي متفوق, والماتش اللي فات طبعا صحيح. مدي افضليه للاهلي, فانا من وجوه اللاعبين كده في التسجيل انا شايف ان اللعيبه مشدوده اكتر في نادي الزمالك. النادي الاهلي فيه اريحيه شويه, عشان الدور الاول فزنا لا يعني واضح ان هم واثقين في نفسهم اكتر. انا من التسخين كده بس يعني بنشوف الدنيا ماشيه ازاي. لا ان شاء الله باذن الله النهارده يكون الفوز حليف نادي الاهلي, وان شاء الله يكون تطبيق لكل اللي احنا قلناه وتوقعاتنا, وباذن الله نتفرج على ماتش حلو يكون لمصلحه. وبرده زميلنا محمد توفيق اكد نفس الكلام ان محمد عبد المنعم مش جاهز لسه في مرحله الاعداد, يمكن شارك فترات, ولكن بدنيا هو مش جاهز. هو برضو انا اعتقد ان الكابتن محمد مصلحي ما بيرهنش عليه قوي في الدوري, لان هو عنده بطوله بعد اسبوعين يقدر يلحق. يا كابتن في يعني احنا لسه عندنا اسبوعين نقول يعني لسه برضو اعتقد فتره اسبوعين يكون اكتمل تاهيله البدني والنفسي والفني, فان شاء الله يكون مع الفريق يعني. صحيح, وخلينا نقول ان كمان محمد لعيب راجل. طبعا منعم لعيب راجل ولعيب يعني مش هيستنى انه حد يقول له مثلا لا ده هو بيعمل كل مجهوده انه يلحق مع الفريق. هو يعني هو بيبذل اعتقد 120% من المجهود المفروض عشان يلحق الفرقه ويلحق البطولات, لان هو كمان من اللعيبه اللي ما بتحبش تقعد بره كتير الملاعب. صحيح. يعني بتحب دايما تشارك تبقى موجوده يعني. فان شاء الله يبقى يعني في فرصه باذن الله في بطوله افريقيا ويلحق الفريق باذن الله. طب كابتن ماجد, يمكن برضو الجهاز الفني النادي الزمالك محتاجين برضو نقوله, اتفضل يا كابتن. الجهاز الفني نادي الزمالك, كابتن احمد مصطفى مدير فني, كابتن حسام شكري مدرب عام, كابتن هشام محمد مدرب, دكتور مصطفى يسري طبيب, كابتن رجب قطب رجب دوت محلل تقني, ومعهم طبعا احمد عبد العزيز اخصائي تاهيل واصابات الملاعب. فالجهاز برضو جهاز محترم في نادي الزمالك, واعتقد مؤدي السنه دي دور كويس ومعلي امكانيات الفريق, ممكن لعب شويه اكتر كابتن احمد مصطفى على ناحيه الروح. طبعا واضحه الروح في الملعب, ويعني استغل برضو صغر سن اللاعبين. يعني في نادي الزمالك معدل الاعمار بتاعه نزل بقى تقريبا 23 سنه في اول العشرين. وبس اللي معلي النسبه شويه هو اشرف الوحيد اللي معلي النسبه, بس الباقي كله بس اشرف بيلعب الخبره يعني أشرف. ما بين 25 26 ده هو اشرف وجبل, بس هما الاثنين الكبار شويه. بعد كده كلها اعمار صغيره, كله بعد كده 20 21 22, وبعدين هو بدا يعني كمان يدخل. يعني انا شايف محمود اشرف دوت الليبرو منتخب مصر 21 سنه, مجدي محمد مجدي لعيب سنتر بلوك 21 سنه, محسن واحمد اسامه 23 سنه تحت 23 سنه منتخب. صحيح, فالاعمار عنده قليله شويه, محتاجين خبره شويه يعني. يعني لو اللعيبه دي خدت خبره قد يكون ليها شان. هو برضو يعني اسماعيل اصابته دي يعني الحمد لله انها يعني مقصره في الفريق عندهم بشكل يعني مش عالي قوي, بس في نفس الوقت اسماعيل خبره كبيره قوي واحسن لعيب في افريقيا. اسماعيل بن هشام معلل اللي هو اللاعب التونسي المحترف في صفوف النادي الزمالك. فانا ان شاء الله نتوقع ان شاء الله باذن الله نشوف ماتش كويس, والاهلي ان شاء الله باذن الله يبقى موفق في البدايه ويضغط من الاول
ان شاء الله يبقى الفوز من النادي الاهلي. وخليني اقول لكابتن هاني برضو حته انه النادي الاهلي مشارك في بطوله افريقيا ومحاوله الزمالك المستمره انه يشارك ده لو ادى انطباع بيدى ان الفرقه عايزه عندها طموح طبعا. يعني ليه بقول كده؟ بقول ان المباراه انا بدي دايما اقول قوه المباراه، احساسنا بقوه المباراه ايه، ان حتى الفريق المنافس هو عمال بيحاول انه يخش حتى كل البطولات، فهو هو واخد الماتش ده ان هو يعني ممكن يكون ده حافز هو كابتن احمد مصطفى مديه للعيبه، يا جماعه انتوا لو كسبتوا الماتش ده ممكن الاتحاد الافريقي يوافق ان انتوا تشتركوا في البطوله على اعتبار ان انتوا بقيتوا مثلا ابطال الدوري دلوقتي، فاكيد هو بيلعب على النقطه دي. تمام. طيب احنا نروح لمراسلنا محمد توفيق بارض الملعب ولقاء مهم مع الكابتن خالد ابو زينه المدير الاداري للفريق، اتفضل يا محمد. انا كابتن هيثم برحب بحضرتك مجددا في لقاءاتنا، ومعانا اللواء خالد ابو زينه المدير الاداري للفريق الاول لقاء الطياره بالنادي الاهلي. يعني سالت اللي هو يعني اتكلمنا النهارده عن المباراه واستعدادات كلها اداريا، وشايف المباراه ازاي النهارده خاصه انكم عسكريين قبلها بيومين في اسماعيليه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المباراه دي تعتبر مباراه ختاميه للدوري، انا من وجهه نظري فوزها النهارده بيمثل 80% من حصول النادي الاهلي على الدوري، لان احنا متقدمين على نادي الزمالك نقطتين. طبعا اللعيبه انا بحب اطمن المشاهدين حالتهم النفسيه كويسه، مصرين ان هم يحصلوا على بطوله الدوري اللي غاب عن النادي الاهلي بقاله فتره. كل اللعيبه على قلب رجل واحد مع الجهاز، النادي ما قصرش معانا، وخاصه ان احنا في نهايه الدوري على طول عندنا استعداد بطوله افريقيا ومعسكر خارجي في بولندا، وبرضه بنشكر مجلس اداره النادي الاهلي ان هو ذلل لنا المشاركه في معسكر اعداد خارجي قبل بطوله افريقيا اللي هتبقى عندنا على ارض النادي الاهلي من يوم 12 ليوم 22. اما لقاء النهارده احنا كل امنياتنا وكل تمنياتنا ان نطلع بالمستوى المشرف اللائق باسم النادي الاهلي اللي حاصل على 37 بطولة دوري قبل كده. ان شاء الله بنوعد مجلس الادارة وبنوعد النادي الاهلي بنوعد الجمهور العظيم بتاع النادي الاهلي ان احنا ان شاء الله نحصل على البطولة دي. البطولة دي هتكون بالنسبة لنا فتحة خير السنة دي، لسه عندنا افريقيا زي ما قلت لحضرتك، ولسه عندنا الكاس بعد افريقيا، فاحنا بنتمنى كل خير للولاد. طبعا الماتش اللي فات طلع 3-2، طبعا كانت مباراة قوية جدا، لكن هم عايزين يعملوا ماتش احسن من الماتش اللي فات، وبيوعدوا جمهور وبيوعدوا الادارة وبيوعدوا كل الناس ان احنا ان شاء الله نخرج النهاردة بمستوى لائق بالنسبة لاسم النادي الاهلي، اسم كبير. بنتمنى التوفيق للفريقين، بنتمنى التوفيق لفريق النادي الاهلي ان شاء الله يحصل على المباراة ان شاء الله بتكون نتيجة مرضية، وبنتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نقدم كل الدعم للفريق باذن الله نفسي ومعنوي وفني، علشان لسه المشوار عندنا طويل. كابتن خالد بتمنى لك التوفيق ودوام التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه، وان شاء الله النادي الاهلي النهارده يتوج بنسبه كبيره ان شاء الله بالبطوله. شكرا جزيلا، بشكر حضرتك، وبتمنى لفريق النادي الاهلي وفريق نادي الزمالك اداء مباراه طيبه ان شاء الله كل المشاهدين يتفرجوا عليها، يعني يبقى خير لمصر وارتفاع مستوى الكره الطايره في مصر. شكرا. كابتن هيثم ده كان لقاءنا مع اللواء خالد ابو زينه مدير الفريق، بنعود مره ثانيه لحضرتك وان شاء الله لو في جديد هبقى مع حضرتك واتكلم لك. الزميل محمد توفيق شكرا جزيلا. كابتن خالد ابو زينه المدير الاداري، شفنا اللقاء. على الحقيقه كابتن خالد ابو زينه مش بس يعني بيحل المشاكل الاداريه بالنسبه لفريق الطائره، الحقيقه انا كل يعني ما اروح للنادي في اوقات كثيره بلاقي كابتن خالد ابو زينه الحقيقه بيشارك في حل مشاكل اداريه اغلب الفرق، وبالحقيقه بلاقيه قاعد حتى في بطولات افريقيا القادمه حتى في كره اليد، طبعا بيدي خبرته الاداريه في هذا الموضوع. كل التوفيق لكابتن خالد ابو زينه. ارجع طبعا للضيوف في الاستوديو. كابتن هاني كنا بنتكلم قبل اللقاء على بعض الامور المهمه، اتفضل يا كابتن. كنا بنتكلم، احنا اتكلمنا على الجمهور واتكلمنا على اهميه الماتش بالنسبه للاعيبه الزمالك، ان هم بيعتبروا الماتش ده ممكن دافع. تكون هو دافع لدخولهم بطوله افريقيا. طبعا الاهلي عارف الموضوع ده كويس، وعارف ان الماتش ده العكس بقى، يعني انا يعني هتكلم بحس لعيب مثلا. اتفضل. انا كلعيب يعني عايز بطوله افريقيا ما يخشهاش منافس قوي ليا. صحيح. فانا لو انا دلوقتي اقدر يعني اجنبه يكون افضل، ويكون بصات خدت الدوري
وفي نفس الوقت سهلت بطوله افريقيا عليا. فهتلاقي حته مهمه ان انت عايز ترتاح، عايز مش عايز او عايز تصعب المهمه على المنافس اللي ممكن يكون ليك منافس تقليدي في بالظبط. يعني هو الموضوع بقى يعني واضح جدا للفرقتين. الزمالك عشان يبقى عنده فرصه ان هو يلعب افريقيا لازم يكسب الماتش ده عشان يبان قدام الاتحاد الافريقي ان هو اهل ان هو ياخد الوايلد كارت او ان هو يلعب عن طريق الاتحاد الافريقي. انا كسبت بطوله افريقيا حامل اللقب اقدر اخش فيقدر يتكلم او يقدر يناقش في الموضوع ده. لعيبه الاهلي عايزه يبقى بطوله افريقيا بينها وبين الجيش، مش عايزه الزمالك يخش يبقى الموضوع يعني يبسط على نفسه بطوله افريقيا يبقى خد البطولتين مع بعض. وده اعتقد برضو من دي حلاوه الرياضه بصراحه، حسابات بقى بطولات وحسابات بتبص واستراتيجيه لا نعمل ودي حلاوه الحقيقه الرياضه. وخلينا نقول انه كابتن محمد مصلحي يعني بيفاجئنا بامور كتير الحقيقه، يعني كمدير فني يعني بيبقى دايما عنده جديد ودايما عنده فكر. يعني شفنا السنه اللي فاتت واحداث اللي حصلت وحضرتك كنت عايشها معانا، خساره الدوري وبعدين سفر لبطوله افريقيا ومصر كلها قالت لا ده الفرقه هتروح تخسر والنفسيه متدمرين، ده بعد يومين سفر راحوا تونس وقدوا وخدوا بطوله افريقيا. فكابتن محمد دايما بيفاجئنا بالجديد. هو بي يعني بياخد موضوع الروح المعنويه العاليه دي ميدو بيجدها جدا، ان هو ياخد اللعيبه ويتكلم معاهم ويحمسهم وكون ان هو قريب منهم او لعب مع بعضهم دي بتديله برضو يعني سبورت جامد في الموضوع ده. ده غير ان هو برضو تقنيا الحمد لله يعني على مستوى عالي، فيعني ربنا يوفقهم ان شاء الله الماتش ده وياخد اول بطوله دوري ليه هو شخصيا كمدير فني. طيب كابتن خلينا نقول توقعاتك للقاء، عدد اشواط كام؟ اتوقع ان هو يخلص الاهلي 3-1. 3-1 كابتن ماجد خلي بالكوا اللي هيقول توقع مش مظبوط هو اللي هيشيل العافيه. ان شاء الله انا بقول الاهلي 3-0. 3-0 ان شاء الله. طب انا اقول ولا ما اقولش؟ لا مش هقول عشان اقول عشان تضحكوا بس. احنا بنهزر بس بنحط يعني توقعات. ان شاء الله 3-0 ان شاء الله باذن الله 3-0. حضرتك بتقول يا كابتن هاني 3-1. انا بقول 3-1 واتمنى ان ماجد هو اللي يكون صح. يعني انا بقول بس انا قلبي مع كابتن ماجد. ان شاء الله باذن الله. انا شايف ان شاء الله باذن الله ان الاهلي لو قدر ان هو يخطف الجيم الاولاني بسهوله قويه جدا المعنويات بتاعته هتعلى قوي، وفي نفس الوقت هيحصل احباط شديد قوي ان الزمالك مش هيقدروا يعودوا تاني للمباراه. يعني بس يعني خلينا نقول انه الماتش الاولاني كان فيه منافسه برضو، وارد جدا نلاقي منافسه لان كان دايما الزمالك هو اللي بيبتدي. صحيح يعني كان طيب. دايما هو الزمالك هو اللي بياخد واحنا اللي بنجيب التعادل. ايوه بالظبط. كباتن بيبلغوني لازم نروح لارض الملعب. طبعا بشكر كابتن ماجد، بشكر كابتن هاني. ننتقل لارض الملعب لنقل مباراه كره الطائره بين الاهلي والزمالك في الجوله ال 12 في نهائيات الدوري مع معلقنا طبعا كابتن هاني مصلحي. فالى هناك. زي ما وعدنا وراكم ولاد لفينا
الدنيا يحلى نسر لينا. لا جديد كالعادة الأهلي مصدر السعادة. يا أهلي يا أسطورة كل يوم بطولة، ألف مليون مبروك. النادي الأهلي يفوز اليوم على الزمالك 3-1 في مباراة الحقيقة يعني نادي الأهلي ظهر في أعلى مستوياته. ألف مليون مبروك، حسم البطولة، حسم اللقاء. النادي الأهلي النهاردة بيرجع بطولة الدوري بإذن الله قبل نهاية الدوري بجولتين مكانها الطبيعي جوه النادي الأهلي. ألف مليون مبروك مجلس إدارة النادي الأهلي، ألف مليون مبروك اللاعبين، ألف مبروك الجهاز الفني والإداري والطبي، ألف مليون مبروك جمهور النادي الأهلي العظيم اللي تابع الماتش النهاردة على شاشة قناة النادي الأهلي، ألف مليون مبروك. الحقيقة امبارح بطولة والنهاردة بطولة زي ما قلنا، الأهلي أسطورة كل يوم بطولة. أرجع وارحب بضيوفي في الاستوديو اللي منورنا، الكابتن هاني مصلحي أحد نجوم النادي الأهلي. أهلا بك يا كابتن هاني وألف مليون مبروك. مبروك مبروك علينا كلنا. وطبعا بنرحب بنجم النادي الأهلي وصانع ألعابه المخضرم كابتن ماجد مصطفى، الف مليون مبروك ومرحب بيك للمره الثانيه. مبروك لكل الاهلاويه. الحمد لله النهارده كان يعني فرقه عملت عليها وزياده ووفت وعودها الحمد لله. كابتن ماجد العاش عليك النهارده. اكيد طبعا اكيد. يمكن توقعنا قبل اللقاء ان الكابتن هاني توقع 3-0 3-1، حضرتك توقعت 3-0 ولكن كان الاجماع على حاجه واحده، النادي الاهلي سيفوز بالبطوله. هو يعني الحمد لله انا توقعي كان 3-0 على اساس ان الثلاث جيمات الاخرانيين اللي احنا ظهرنا بيهم بالمستوى ده كنت متوقع ان الاداء ده يبدا كده، بس الحمد لله على كل حال ان احنا قدرنا نحسم النهارده البطوله الحمد. صحيح. طيب ننتقل لارض الملعب، معانا مراسلنا محمد توفيق، مراسلنا في قناه النادي الاهلي ولقاءات مهمه. اتفضل يا محمد. اهلا بيك مره ثانيه كابتن هيثم. بعد انتهاء المباراه وفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل شوط واحد لنادي الزمالك والاقتراب بنسبه كبيره ان شاء الله من حسم الدوري هذا الموسم، بعد المباراه معانا كابتن عبد الله عبد السلام. يعني النهارده مباراه كبيره، كان اختبرتوا صبرنا شويه في الشوط الاولاني لكن كنتوا قد الوعد وعند الميعاد وكسبتوا الثلاث اشواط التاليين. والله الحمد رب العالمين، ببارك لجميع النادي الاهلي وببارك لكل اللعيبه المحترمه، اللعيبه اللي اثبتت الجداره النهارده والجهاز الفني الحمد رب العالمين. اي لعبه جماعيه ماتش فولي كده حصل بعد التنشنه الشوط الاولاني، مستعجلين على المكسب الحمد رب العالمين، تدركناه الشوط الثاني والثالث والرابع زي ما انت شفت الحمد لله الاداء اتحسن والحمد رب العالمين. الف مبروك لجميع النادي الاهلي والف مبروك للعيبه. كلمني بقى عن شعوركم والكلام اللي قاله كابتن محمد بعد خساره اول شوط، واتكلمتوا قلتوا لبعض ايه عشان تقدروا تكملوا المباراه باداء اكثر من رائع، يمكن كان في فرق في الشوط الثالث والرابع خاصه. هو اهم حاجه قال اللعيبه لازم يكون في صبر ولازم يكون في تركيز، ما يستعجلش على المكسب، المكسب جاي جاي. وزي ما حضرتك شفت الشوط الثاني اللعيبه حصل بعض الصبر وحصل بعض التركيز والحمد رب العالمين، دي اقل حاجه الحمد لله نقدر نقدمها لجماهير النادي الاهلي. بيقول ايه بقى لجماهير النادي الاهلي بعد المباراه؟ بقول لهم الف مبروك، الحمد رب العالمين حسمنا الدوري بنسبه نقول 70% و80%، عندنا لقاءين مهمين مع سموحه وجيش ان شاء الله يوم الخميس ويوم الجمعه ويوم الاحد، ان شاء الله ربنا يكرم ونفرحهم ونرجع الدوري الغايب بقاله 3 سنين، وان شاء الله ربنا يكرم افريقيا وكاس باذن الله رب العالمين. كابتن بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك، الف شكر ومبروك لنا كلنا، الف شكر. شكرا. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع عبد الله عبد السلام لاعب النادي الاهلي بعد المباراه، وان شاء الله متواصلين مع لقاءاتنا في لقاءات اخرى، تابعونا. الف مبروك، الحقيقه فوز مهم، فوز غالي علينا بنسبه كبيره جدا، ان شاء الله الدوري في النادي الاهلي مره اخرى. الحقيقه اللعيبه وافت بوعدها لينا اول الموسم، ان شاء الله الحفاظ على كل البطولات دفعه قويه معنويه كبيره لفريقنا قبل خوض بطوله افريقيا على ملعبنا. فوز جميل جدا، بنقول النادي الاهلي الف مبروك، بنقول النادي الزمالك هارد لك، عملوا مباراه جيده ولكن النادي الاهلي قدر يحسمها بعد تاخره بشوط في البدايه وتقدم بعد ذلك، تعادل وتقدم 2-1 الى 3-1. كابتن ماجد يمكن المباراه. طيب معلش انا اسف كابتن ماجد، بيبلغوني معانا كابتن محمد مصالح المدير الفني مع زميلنا محمد توفيق المراسل. اتفضل يا محمد. كابتن هيثم، مره اخرى بعد انتهاء المباراه وفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل شوط نادي الزمالك اداء اكثر من رائع يقرب النادي الاهلي كثيرا من البطوله، وبعد المباراه يعني معنا بطل اللقاء النهارده كابتن محمد مصالح المدير الفني النادي الاهلي. كابتن محمد، يعني الف مبروك الفوز في البدايه، كان اول شوط اختبرتوا صبرنا وثقتكم فيكم لكن كنا كلنا ثقه فيكم ان شاء الله انكم هتحققوا المكسب، واعتقد الثلاث اشواط التانيين كانوا مثال وبرهان ان النادي الاهلي حقق الفوز بالبطوله. والله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. طبعا احب بس اقول ان احنا في البدايه لسه ما حسمناش الدوري، احنا لازم نكسب ماتش سموحه الجاي عشان يبقى حسمنا الدوري رسمي. الولاد كان عليهم وانا ضغط نفسي كبير جدا، الدوري بقى له 3 سنين غايب عن النادي الاهلي، وده مش طبيعي، لازم النادي الاهلي في الكره في الفولي في الكره الطايره يعني حاجه كبيره جدا. فالولاد كانوا حاسين بدوت، حاسين ان فعلا في ضغط نفسي، ماتش زمالك
برضو بطولة خاصة، فكان في ضغط نفسي في اول الماتش. الحمد لله قدروا يخرجوا من الضغط النفسي دوت في الثلاث جيمات اللي بعد كده، ويحسموا طبعا بمهاره البلوك، بس حتى قدروا يحسموا الثلاث اشواط. كابتن محمد، يمكن حضرتك ادرت اللقاء بشكل اكثر من رائع، شايفك بتتكلم كتير مع اللعيبه، يعني اتكلمت معاهم بعد انتهاء اول شوط بالخساره وقلت لهم ايه؟ والله قلت لهم ان لازم ننسى الشوط دوت، ولازم يبقى في تركيز على مفاتيح لعب نادي الزمالك متمثله طبعا في رضا او جبل وفريق ابو السعود. الفتره الجايه مخطط لها ازاي، وشايف ازاي نقدر ان شاء الله بيبقى بنسبه 100% نحقق بطوله الدوري؟ والله ان شاء الله انا عندي تمرين بكره عادي خالص ان شاء الله، وعندي الاسبوع الجاي ماتشين، ماتش سموحه وماتش الجيش، وهمشي في اجراءاتي عادي خالص تدريب. انا ناسي افريقيا خالص، ما بفكرش فيها نهائي خالص نهائي، انا بفكر بس ازاي ان احنا نرجع الدوري للنادي الاهلي. كابتن محمد، انا بتمنى لك التوفيق في اللي جاي، وبنشكرك ونقول لك الف مبروك الفوز النهارده. شكرا شكرا. كابتن هيثم السعيد، العوده لحضرتك مره اخرى، وان شاء الله هنكون متواصلين في لقاءات ثانيه اخرى بعد فوز النادي الاهلي على الزمالك 3-1. زميلنا محمد توفيق، شكرا جزيلا. ارجع لضيوفي في الاستوديو كابتن ماجد، معلش احنا لك مره اخرى، وان شاء الله هنكون متواصلين في لقاءات ثانيه اخرى بعد فوز النادي الاهلي على الزمالك 3-1. زميلنا محمد توفيق، شكرا جزيلا. ارجع لضيوفي في الاستوديو كابتن ماجد، معلش احنا بنروح الملعب، هم النجوم، هم اصحاب الفرح الحقيقه، ولازم يكونوا معانا كل لحظه وكل ثانيه. اتفضل يا كابتن ماجد. هو زي ما واضح على اللعيبه وواضح على الكابتن ميدو ان كان في ضغط في بدايه المباراه، حرص على المكسب واستعجاله قوي، فهو ده اللي اثر في بدايه المباراه وادى ان احنا ما نظهرش بالمستوى الرائع اللي احنا ظهرنا بيه في تلاته جيم بعد كده. بس يعني يحسب طبعا للجهاز ويحسب للعيبه ان هم مش بس تماسكوا وقدروا يغيروا الجيم الثاني والثالث، لا كمان كان الاداء فوق الرائع يعني. صحيح. يعني متكامل من كل النواحي الفنيه والنفسيه والبدنيه، لان اما يوصل الفرق في الجيم الثالث ل 11 بونت، صحيح، فده معناه ان انت مش بس قاري الجيم، لا كمان ده انت بتستغل كل نقطه ضعف في الخصم. صحيح. وحافظ الفرقه. اعتقد ان دوت اثر بشكل كبير ان هو يخلص الجيم من بدري، وان هو يفرض سيطره النادي الاهلي على المباراه، وفي نفس الوقت كمان ادى للعيبه ثقه زياده انها المكسب جاي ان شاء الله. صحيح يا كابتن. طيب نروح لارض الملعب مع مراسلنا محمد توفيق، ولقاء مهم مع كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. اتفضل يا محمد. كابتن هيثم، يعني برحب بحضرتك وكل مشاهدينا الكرام، يعني معانا احد ابطال اليوم النهارده او ابطال النادي الاهلي اللي ساهموا في انجازات كتير، كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. الف مبروك يا فندم الفوز النهارده والاقتراب من بطوله الدوري، والف مبروك الفوز والنجاحات المتتاليه لكل الالعاب في النادي الاهلي. الحمد لله، الله يبارك في حضرتك. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي، وطبعا للجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبين، هم الابطال النهارده باذن الله. وقبل كل حاجه بقول هارد لك لنادي الزمالك، قدوا مباراه طيبه جدا، وفي نفس الوقت الاول ببعت التحيات للكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام في الاستوديو، وبقول الحمد لله. يعني الاستوديو بتاعنا وشه حلو اهو على الالعاب، امبارح كره اليد السيدات، والنهارده في الاسماعيليه الكره الطايره للرجال، والانتصارات بتتوالى كلها طبعا بنهديها لجماهير الاهلي العظيمه، ونتمنى من الله ان هو يديم نعمه الفوز ده علينا، اللي هو احنا دايما كاداره نشاط رياضي داخل النادي الاهلي بنسعى ليه، لان احنا لا يرضينا الا المركز الاول. كل ده بتوفيق ربنا باذن الله، فالف مبروك للجميع. كابتن رؤوف، يعني انتوا دايما معوديننا على الفوز، وكده بتخلونا كمان نطمع في حاجات اكتر واكتر، يعني تقول ايه للجمهور النادي الاهلي الفتره الجايه وبقيه الالعاب ان شاء الله لغايه نهايه الموسم؟ شايف ان شاء الله البطولات ايه اللي في المتاحه للنادي الاهلي ان شاء الله يفوز بيها وفرح جمهور؟ بقول ان البطوله دي غاليه علينا قوي، لان البطوله دي غائبه عن خزينه النادي الاهلي من 4 سنوات. احنا يعني يمكن الكره الطايره للرجال دي كانت بالذات على مدار حوالي 20 سنه او اكثر من 25 سنه كانت الانتصارات هي عنوانها، وبطوله الدوري كانت البطوله المفضله لدينا بالاضافه للبطولات العربيه والافريقيه. فيعني هو الوضع اللي كانش طبيعي اللي هو غياب هذه البطوله خلال ال4 سنوات اللي فاتت، فعوده هذه البطوله بدايه عوده هذا الفريق للانتصارات اللي بنتمنى من ربنا. انه مش عايزين نسبق الاحداث طبعا، وده الكلام اللي قلناه للعيبه، باقي لسه لقائين باذن الله ربنا يكرمنا فيهم،
وبعد كده على طول الاستعداد لبطوله افريقيا اللي هننظمها في صاله الامير عبد الله الفيصل. فالفريق هيستعد بالسفر المعسكر لبولندا، لان زي ما بقول صحيح بطوله الدوري هي بطوله مفضله، ولكن احنا بنسعى لبطوله افريقيا باذن الله اللي هننظمها نحن نفوز بيها ايضا عشان نهديها ايضا لجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. شكرا يا فندم، نتمنى لكم دوام التوفيق ان شاء الله في الفتره الجايه. شكرا. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، متواصلين مع حضرتك ان شاء الله في لقاءات اخرى متتاليه. الزميل محمد توفيق شكرا جزيلا. كابتن رؤوف انت اللي وشك حلو الحقيقه علينا، يعني ما شاء الله البطولات كل يوم، وبرده بنكرر يا اهلي يا اسطوره كل يوم بطوله. كابتن رؤوف من الشخصيات التي تجتهد الحقيقه بكل ما تملك من قوه لرفع اسم النادي الاهلي. شكرا جزيلا كابتن رؤوف، لقاء مهم، واضح من حضرتك الاصرار وهدوء الاعصاب، حضرتك رجل من رجال الكره الطائره اللي الحقيقه ساهمت بشكل كبير في رفع اسم النادي الاهلي، فمش غريب عليك هدوء الاعصاب والثقه الكبيره اللي كنت حضرتك بتتكلم بيها. ارجع لضيوفنا في الاستوديو، كابتن هاني الف مليون مبروك، كسبت الرهان، قلت 3-1. لا هو مش مهم الرهان خالص، مش 3-0، 3-1. هو مش مهم الرهان خالص، هو المهم ان احنا كسبنا الحمد لله. هو بس في حاجه انا كنت يعني مش حابب اتكلم فيها كتير، بيبقى يعني بيقول لك انت بتتكلم عشان اخوك، بس الحقيقه هو ميدو عمل مجهود جامد جدا. صحيح. بقى له دلوقتي موسمين وهو دلوقتي ابتدى يحصد ده، يعني هو اي يعني جهاز فني محتاج ثبات شويه مع اللعيبه عشان تبتدي تحفظه، وهتشوف كده في كل الفرق الكبيره. يعني بنشوف في مانشستر سيتي مثلا السنه اللي فاتت كانت حاجه ودلوقتي حاجه ثانيه بعد ما الفرقه استقرت وبتاع كده، برضو يعني دلوقتي بقى انا شايف ان بقى في هارموني حلو قوي بينه وبين اللعيبه. هو نفسه بقى اهدى بكتير، يعني احنا كلنا بنعلق هو ماله هادي كده ليه؟ يعني هو خلاص، يعني هو يعني خد خبرات بقى خلاص وهدي. اللعيبه بقت حافظه خلاص بقى، احنا يعني الماتش كله واحنا بنتفرج عليه انت بتتفرج على حاجات اتقالت بتتنفذ. صحيح. يعني انت قبل ما يروح خلاص هو واضح هو عايز يلعب ارسال في الحته دي عشان الكره تتلعب في الحته دي، وفي الناحيه دي هو حاطط بلوك كويس. صحيح. يعني طول الماتش بيلعب بتركيز عالي وتعليمات يعني والشوط اللي خسره هو خسره لان الاستقبال كان وحش. صحيح. مش عشان حاجه ثانيه، وده اللي حضرتك قلته في الاول. خلينا برضو نروح تاني بعد اذنك كابتن هاني، نروح ارض الملعب. معانا محمد توفيق ولقاء مع المدير الاداري كابتن خالد ابو زينه، اتفضل يا محمد. مجددا من كل مشاهدي ملوك الصالات، والحمد لله النهارده ان شاء الله لقب جديد يضاف لسجل ملوك الصالات، ومعايا كابتن خالد ابو زينه المدير الاداري للفريق. كابتن خالد، يمكن اتكلمنا قبل المباراه وحضرتك قلت ان عديتوا بشكل ممتاز للمباراه ووعدتوا الناس انكم ان شاء الله تحققوا الفوز، واعتقد كنتوا قد الوعد. الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا ان شاء الله بالفوز دون. بنهدي الفوز طبعا لكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره، راجل ما بخلش علينا خالص لا في معسكرات ولا في ترتيبات، والحمد لله كانت الفتره اللي فاتت كلها متهيئه ان احنا فعلا نتكاتف وتبقى معنوياتنا عاليه في الحصول على بطوله الدوري ان شاء الله اللي احنا افتقدناها بقالنا 3 سنين، واستعدادات جيده بثقه عاليه للعيبه ان شاء الله في بطوله افريقيا. وقلت لحضرتك قبل المباراه دي عليها 80% من الحصول على بطوله الدوري، احنا متبقي عندنا ماتشين، ماتش سموحه وماتش طلائع الجيش الاسبوع الجاي ان شاء الله قبل السفر مباشره. باذن الله حصولنا على مباراه سموحه او الجيش بيأهلنا لبطوله الدوري، وطبعا البطوله دي ليها طعم ومذاق خاص بالنسبه للنادي الاهلي. احنا طبعا حاصلين على 38 بطولة، يعني بإذن الله حصولنا على البطولة دي هيأهلنا خطوة لقدام ان احنا نكون متصدرين الكرة الطائرة في مصر. طبعا عقب المعسكر هيكون في بطولة افريقيا في ملعب النادي الاهلي، وعقبها كاس مصر. احنا بنوعد الجمهور وبنشكر الجمهور اللي مأزرنا دايما، وبنشكر كل المجلس الاداره واداره النشاط الرياضي ان هي متكاتفه معانا. كابتن رؤوف عبد القادر، انا مش عايز انسى حد، انا بتكلم على العامه، لكن احنا بنشكر مجلس الاداره، كابتن محمود الخطيب على راس مجلس الاداره، راجل تفانى من اجلنا في الفتره الوجيزه دي في حصوله على البطوله دي، ومهتم جدا بيها، ان كل التركيز كان جاي من اداره النشاط ان البطوله دي مهمه احنا افتقدناها بقالنا 3 سنين ولازم نحصل عليها. فعلا اللعيبه كانت على قد المسؤوليه، والحمد لله ربنا كلم نجاحنا النهارده بفوزنا على فريق الزمالك، وطبعا ده ديربي، حضرتك انت عارف
ان هو ديربي في الكره الطايره زي ديربي الكوره، هم ابطال واحنا ابطال، واحنا بنحافظ على الصداره ان شاء الله. احنا بنقول للزمالك هارد لك بألف مبروك لفريق النادي الاهلي بجهازه باداره النشاط بمجلس الاداره برئيس مجلس الاداره راجل محترم، وبنتمنى الخير والتوفيق ان شاء الله باذن الله في الفتره الجايه. نرجو ان كل يدعينا في بطوله افريقيا ان شاء الله ان احنا نحصل عليها. شكرا كابتن خالد، وبتمنى لكم التوفيق في الفتره الجايه ان شاء الله. شكر جدا يا فندم، كتر خيرك، شكرا جزيلا. شكرا كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع الكابتن خالد ابو زينه، مع امل التواصل ان شاء الله في لقاءات اخرى متتاليه. الكلمه لحضرتك جزيلا زميلنا محمد توفيق. طبعا كابتن خالد ابو زينه وعد قبل اللقاء ببذل مجهود، ووعد ان نكون على قد المسؤوليه امام جماهير النادي الاهلي، والحقيقه يعني هو وعده كان نابع من احساسه قد ايه اللعيبه بتتعب وقد ايه في مجهود وقد ايه عنده ثقه في الفريق وفي جهازه الفني. ارجع لكابتن هاني، يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل انه كابتن محمد مصلحي كان على درجه عاليه جدا من الهدوء النفسي النهارده. بتهيألي الهدوء ده لو دل فبيدل على ثقه عاليه في اللاعبين وادائهم. هو يعني هو المدرب لما بيكون بيتكلم او عصبي او يعني بيتكلم بصوت عالي، ده مش معناه ان هو فقد ثقته، بس هو ممكن يكون معناه ان هو عايز يخلي اللعيبه تفوق نايمه شويه فبيصحيها. انا بتكلم ان هو لما وصل للهدوء ده هو عنده بقى ثقه في اللعيبه بالظبط ان هم هيأدوا تحت اي ضغوط. هي دي نقطه مهمه، يعني هو معاهم عارف قدراتهم، وبالتالي هو بيوجههم يعملوا ايه، وهو واثق ان هم هيعملوا اللي هم عايزينه. كابتن هاني، حضرتك راهنت على اثنين النهارده، راهنت على قطب وراهنت على شكري الجوزين. شكري الجوزين والاثنين كانوا قد المسؤوليه. الحقيقه طبعا يعني هو طبعا قطب ابتدى الماتش مش كويس قوي، لكن الحقيقه من بدايه الشوط الثاني كل كوره اترفعت له خلصها صحيح. حتى الكور اللي مش مظبوطه اتصرف فيها حط بليس. جويني كان انا من احسن الماتشات شفتها الحقيقه، حتى صحيح. لما كان في تونس يعني استقباله كان كويس قوي، كان ماشي اي كره مرفوعه له مخلصها، ضارب من اعلى نقطه من 4 في 4 كان هايل يعني. هايل النهارده. فما شاء الله. نفس الكلام كابتن ماجد، حضرتك راهنت على عبو، راهنت على عادل، والحقيقه الاثنين كانوا يعني اكتر يعني توفيق، وكانوا بيخلصوا نقط مهمه جدا. هو بصراحه النهارده الامتياز توجيه الارسال اللي عمله الكابتن ميدو. صحيح. لان توجيه الارسال كان بيجبر فريق النادي الزمالك ان هو يلعب في مناطق معينه بحيث ان البلوك يكون واقف مستني الكوره في المكان المناسب في التوقيت المناسب، وزي ما قلنا ان البلوك الارسال القوي مع البلوك الجيد بيسهل 80-90% من الماتش يعني. فهو صحيح. الحمد لله النهارده كان توجيه الارسال بالنسبه للفرقه كان ممتاز جدا، والكابتن ميدو وجهازه قدروا يدرسوا نقط ضعف فريق الزمالك، اللي بصراحه برضو احنا بنقول لهم هارد لك ونشد على ايديهم لانهم عملوا جيم كويس. صحيح. هارد لك نادي الزمالك، والفرقه اتطورت كتير قوي عن السنه اللي فاتت، ويعني احنا دايما كده نحب نكسب الابطال ونحب صحيح. نكسب الفرق القويه، ودايما كده يعني يبقى مكسبنا جاي مع القوه مش مع فرق ضعيف. وكابتن احمد الحقيقه كابتن والله أحمد. بذل مجهود برضو يشكر عليه، بس قوه النادي الاهلي النهارده كانت متفوق بصوره عاليه جدا، واللي يعني يعجبك برضو في الفريق ان هو مركز. هي دي مركز في الماتش. مركز في الماتش كويس قوي، خلص الماتش اللعيبه فرحت شويه، مركزين في نهايه الدوري. ان البطوله حصلت لا ولسه ماتشين عارفين في ماتش عارفين في ماتش، يمكن كفتنا ارجح كتير جدا، ويعني لسه برضه انا بقول لحضرتك مع حسم البطوله خلاص، لان لا سموحه هتقدر تكسب الاهلي ولا الجيش، بس هم مركزين ومش عايزين يفرحوا قوي لانه صحيح. عارفين عندهم مهمه ثانيه لازم افريقيا لازم. وعندهم مهمه ثالثه الكاس، فده الاهلي معودنا عليه دايما ان هو كل بطولة بيركز فيها عشان يكسبها. فيعني ما شاء الله اللعيبة النهاردة بصراحة امتعونا يعني حاجة محترمة جدا، كانوا بشكل جيد جدا. خلينا نتكلم النهاردة يا كابتن عن يعني يمكن كان ضغط العصب شديد على اللاعبين، شفنا ده يمكن في نسبة الإرسالات اللي راحت في الشبكة، وعلى فكرة من الفرقتين مش من فرقة نادي الأهلي، يعني نادي الزمالك راح منه إرسالات كتيرة أيضا في الشبكة، ده لو دل فيدل على الإحساس بالمسؤولية عالي من الفرقتين، فكان في ضغط عصبي عليهم. هو أنا زي ما قلت لحضرتك الإرسال مفتاح قوي جدا لتيسير اللعب على الفرقة يعني، فهو كان كل فريق بيحاول إن هو يلعب إرسال بمنتهى القوة بحيث إن هو يضعف الهجوم من الفريق الآخر. اما الارسالات بتاعت فريق النادي الاهلي بدا يركز فيها، سواء السبايك القوي جدا اللي كان بيتمثل في عبد الله، بيتمثل في شكري، بيتمثل في اللعيبه اللي بتلعب سبايك سيرف،
او حتى كمان الموجه يعني، يعني شكري في الجيم الثاني وقف على الارسال فتره طويله، عبد الله وقف فتره طويله، الارسال النهارده كان هايل جدا حتى لو ضاع في اوقات يعني من الجيم، بس مش مشكله لما يعني بيعدي بيعدي بشكل ضاغطين فيه. وكان كمان الارسال بيضيع من الفرقتين، فانا لما الفرقه اللي قدامي بتضيع مش مشكله ان انا اغامر شويه اكتر. انما النهارده النادي الاهلي متعنا باداء راقي جدا، وربنا يسهل ان شاء الله في المعسكر اللي هم طالعينه في بولندا. يمكن احنا عرفنا النهارده هولندا تقريبا يا كابتن، بولندا بولندا معسكر. يمكن احنا سالنا قلنا كان في معسكر، لا بس النهارده الحقيقه لا خد ابو زينه وضح لنا المعسكر في معسكر السعادة الافريقي طبعا هيفرق طبعا. البنات كانوا في سلوفانيا وراجعين لسه رجعوا النهارده امبارح تقريبا. فربنا يوفق ان شاء الله في البطوله الجايه وفي بطوله الكاس، وان يختم الاهلي ان شاء الله الدوري وبطوله افريقيا والكاس بالثلاث بطولات ان شاء الله. صحيح. كابتن هاني، يمكن خلينا نتكلم اكتر كمان عن الاستراتيجيه اللي لعب بيها كابتن محمد النهارده. كان واضح جيد ان هو واضح جيدا انه قاري فرقه الزمالك كويس. ما شفناش النهارده ابو الحسن عمل الدور اللي بيعمله كل مره، يمكن بالسيرف الموجه اللي كان بيقول عليه كابتن ماجد. الحقيقه واضح جيد جدا ان احنا قاريين الزمالك وعارفين مفاتيح الفوز عنده. هو طبعا احنا قاريين الزمالك كويس، والزمالك برضو كان عارفنا كويس وقارينا. كابتن احمد مصطفى مدرب كويس جدا وقاري، بس هو في الحقيقه ان في فرق كبير جدا في الامكانيات البشريه. يعني دي بقى حاجه ملحوظه، الامكانيات البشريه مع خبرات كمان. يعني احنا لما بنتكلم على محمد عادل وعبده في منتصف الملعب، هما مش بس طوال ومش بس اقوياء، لا ده هم عندهم خبرات كمان، خبرات دوليه وخبرات كبيره جدا. صحيح ان السنوات بتاع الزمالك لعبت مباراه كويسه الثلاثه، لكن هم صغيرين ما عندهمش نفس. بس كابتن هاني خليني اقول لحضرتك برضو ان كان اهم شوط من الاشواط كان الشوط الثاني. ايوه، لانه احنا كنا النادي الاهلي كان برضو ما كانش في مستواه. الشوط الاول خسرناه 25-22 برضو كان ماشي اكوال. الشوط الثاني هو ده كان نقطه التحول، نقطه التحول بشكل كبير جدا. انه حطك انت بدل ما الزمالك يروح 2-0 حطك 1-1. انا شايف اللي حتى اخر 5-6 نقط في الشوط الثاني هم دول كانوا مفتاح الفوز اللي فرقوا فيه فعلا. وهو بص توجيه ارسال وبلوك. يعني هو الفولي، الفرق يعني كل الفرق العالميه، كل الفرق الكبيره، كل الناس بتهاجم، انما اللي بيفرق بين الفرق الكبيره والمتوسطه هو حائط الصد والسر. صحيح. ارسال قوي والاستقبال. ما هو اللي على فكره هتلاقي في حاجه مربوطه ببعض. الارسال القوي مربوط ان الفرقه اللي فيها ارسال قوي يبقى استقبالها كويس. ليه؟ لان اللعيبه اللي بتلعب الارسال قوي بيستقبل قدامها الفرقه في التمرين بيستقبله. فهتلاقي بالتبعيه المهارتين مربوطين بنتمرن على سيرفات قويه، فهو طبيعي الاستقبال بتاعنا يبقى كويس. وده معناه ان في وقت من التمرين طويل بيتاخد في المهاره دي، وده في كتير من المدربين بيهملوا النقطه دي. صحيح. يعني دي مهاره مهم، مهارتين مهمين جدا لازم يبقى ليهم وقت في التمرين. يعني كابتن هاني بامانه مطمن على الفرقه؟ جدا الحمد لله مطمن. ويعني برضه احنا لسه بعيد اهو، انا بقول لك ان شاء الله بطوله افريقيا هتبقى اهلاويه. خلي بالك كابتن ساعتها مش هيبقى عشا، بس هيبقى عشا وغدا. يعني بطوله افريقيا ان شاء الله هتبقى اهلاويه وكاس برضه. هم خلاص يعني اصل هي دي حاله احنا برضه يعني بذاكرتنا كلعيبه انت بتحسها، انت وانت في المود ده او في الحاله دي لو جابوا لك اي حاجه هتكسبه. هتكسب. فهم وصلوا للحاله دي دلوقتي. خلي بالك احنا ان شاء الله هنبات في الاستوديو يا كابتن. ان شاء الله مستنيين. يعني انا عارف انت عمرك ما اتاخرت علينا كابتن هاني، انت ابن ابناء النادي الاهلي اللي شرفت النادي الاهلي طبعا ببطولات كتير الحمد لله، وشرفت بلبس فانيلة النادي الاهلي. فطبعا اكيد دورك معانا في الاستوديو مهم جدا مع كابتن ماجد كمان. يعني بتهيألي نفس السؤال هوجهه لحضرتك برضو يا كابتن، مطمن على الفرقه؟ بصراحه يعني الفرقه بتادي باداء رائع جدا، وزي ما قلت حضرتك كده الجيم الاولاني كان بس استعجال المكسب، انما مش مستوى فني. بدليل ان احنا خسرنا 25-22. يعني مش خسرانين. هم هم كانوا مستعجلين ان هم يكسبوا، يعني كانوا نازلين بتوتر، يعني في سن التوتر شويه، انما بعد ما الامور هديت وبان الفرق بان المستوى. يمكن الجيم مشي اسهل من الشوط من الجيم بتاع الدور الاول. طبعا. لا كمان احنا دايما احنا يعني كنا في الماتش الاولاني كان الزمالك بيتقدم واحنا بنتعادل. الماتش دوت الزمالك تقدم 1-0 بس بعد كده 1-1 2-1 اللي بين الفرق وبين مدى جاهزيه الفرقه الجيم الثالث. صحيح. يعني انا لما شفت الفرق الواسع قوي ده عرفت يعني ان الاهلي مش بس هيكسب، لا ده كمان مسيطر، يعني ممشي الجيم زي ما هو عايز. صحيح. بيلعب ارسال في الحته اللي هو عايزها، بيخلي الرفع في الفرقه الثانيه في الحته اللي هو عايزها. صحيح. بياخد بلوكات زي ما هو عايز،
فلا لا الفرقه ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحفظهم. ما شاء الله عندنا بنش كويس كمان. ربنا يحفظهم. يعني احنا ما تعرفش مين الاساسي. احنا قلنا عندنا فرقه متكامله، ويعني الاساسي يعني بيلعب لغايه لما يطلع كل اللي عنده. صحيح. ولو ما وفقش الاحتياطي بينزل يكمل ويشيل. فما شاء الله يا كابتن ان شاء الله السنه الجايه هنكون اقوى كتير بعوده احمد صلاح ان شاء الله. يا رب يعني يا رب ان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله. بس بقى الاحداث شويه، بس هو الكلام ده يعني يعني احنا نعرفه ان شاء الله احمد صلاح بعد انتهاء تعاقده مع نادي الجيش المحترم ان شاء الله كبيره. هو ده الطبيعي يعني، لانه هو عايز يخلص او عايز يبطل في بيته او عايز يلعب اخر سنتين 3 4 اللي هيلعبهم وتبر. ربنا يديله الصحه ويؤدي احمد صلاح على قد ما يقدر، بس عايز يختم حياته في بيته، وده حقه الطبيعي بتاعه. يا رب ان شاء الله يحفظ اللعيبه والجهاز بنفس المستوى دوت ونفس الروح ديت، وان شاء الله يقدوا ويزيد كمان ان شاء الله باذن الله. كابتن ماجد خلينا اقول المكسب ده بيطمن الجمهور، حتى يعني الجمهور النهارده شفنا تذاكر الطرح الثاني 250 تذكره اتطرحوا. يعني البطوله افريقيا للرجال والسيدات خلصوا فورا، وشفنا قد ايه في اقبال جماهيري على شراء التذاكر. الحقيقه البطولة دي النهاردة أو ماتش النهاردة يدي ثقة كبيرة جدا للجمهور لحضور المباريات، وإن شاء الله متطمن لفرقته بإذن الله تاخد البطولة. إن شاء الله بإذن الله، سواء السيدات أو الرجال الفرقتين جاهزين، وواضح إن يعني النادي الأهلي مركز جدا السنة دي إن هو ياخد البطولات البولي كلها. أستاذ حضرتك نروح لأرض الملعب، معانا زميل محمد توفيق ولقاءات مهمة، اتفضل يا محمد. بعد فوز النادي الاهلي واقترابه من التتويج بالدوري معانا نجم الفريق محمد معوض. يعني كابتن محمد معوض الف مبروك الفوز النهارده، مباراه كبيره اعتقد انتوا الاحق بالبطوله بعد خاصه بعد مباراه اليوم. الحمد لله كسبنا، كان ماتش صعب طبعا، والدوري قرب لسه فاضل ماتشين محتاجين، يعني هنقول مكسب ان شاء الله، ربنا يكمل على خير ان شاء الله. يعني يمكن كابتن هيثم بيدعبك على الهواء بيقول لك انت غيرت التيشيرت الازرق ورجعت تاني للاحمر، يعني النهارده شايفك بتتكلم كتير مع زمايلك كنت مصرين على الفوز، يمكن كان في كلام كتير بعد الشوط الاول والخساره، اعتقد لميتوا بعض بسرعه وقدرتوا تبقوا عند الميعاد كعهدنا بيكوا دايما وقدرتوا تحققوا الفوز. طبعا خسرنا اول شوط وانت عارف ده ماتش قمه، وكمان ماتش مهم جدا بالنسبه لنا زي ما حضرتك قلت، بيقربنا جدا من الدوري. فيعني كانت الدنيا معرفش ما دخلناش كويس قوي في الماتش، هما كسبوا اول شوط فكنا محتاجين بس يعني نهدى كده شويه ونركز تاني وناخد الامور ببساطه، والحمد لله ده نكسب الشوط التاني يعني بصعوبه شويه، والثالث والرابع كان مستريح الحمد لله. اتكلمتوا مع بعض وقلتوا لبعض ايه؟ يمكن انا شايف كنتوا اتجمعتوا وكان فيها احاديث، انت كنت بتتكلم مع لعيبه كتير وعبد الله عبد السلام واكثر من لاعب، كنتوا بتقولوا لبعض ايه بعد خساره الشوط الاول؟ لا انا وعبد الله، عبد الله طبعا كابتن الفرقه وبلاي ميكر في الملعب القصير، وانا الليبرو، فبنحاول نكوت شويه يعني هو قدام على الشبكه وانا ورا، كنا بنحاول بس يعني نهدي الناس شويه، ما دخلناش في الماتش كويس قوي، هم دخلوا بحماس عالي قدروا ياخدوا اول شوط، فكنا محتاجين يعني نركز شويه بس ونخش في الماتش واحده واحده، اللي احنا عارفين الحمد لله احنا احسن ونلعب بس الفولي بتاعنا وكنا هنكسب ان شاء الله. انا يعني كلكم يمكن كابتن محمد مصطفى او اللاعبين كلكم كنتوا بعد المباراه مصرين ان لسه الدوري ما اتحسمش، الدوري قرب لكن لسه ما اتحسمش، فاضل ماتش الجيش وماتش سموحه، يعني شايف الماتشين دول ازاي وان شاء الله ايه السبل اللي تخليكم تقدروا انكم تحسموا الماتشين وبشكل عام تحسموا الدوري؟ احنا للاسف عندنا تجربه وحشه السنه اللي فاتت، الدوري راح على شوط، فده لسه فاضل ماتشين وبالتالي محتاجين نقطه ومحتاجين على الاقل فوز، ففي ماتشين، ماتش سموحه اللي جاي كل تركيزنا عليه في الشرطه ان شاء الله يوم الجمعه، ننزل طبعا يعني هنحارب كانه نهائي، نكسب الماتش ان شاء الله ونفرح بالدوري، وماتش الجيش ملوش لازمه يعني مش هنبص لبعد ماتش سموحه، والماتش ده ان شاء الله ننزل نكسبه ونبقى خلاص كسبنا الدوري ان شاء الله. يعني يمكن يعني ده قدركم كلاعبين النادي الاهلي، مطالبين دايما انكم تبقوا المركز الاول، خلصتوا الدوري او طلبتوا منه بعد كده في افريقيا وفي الكاس، يعني طول الجمهور كله مستني منكم كل الانجازات. طبعا احنا بنحاول يعني احنا عارفين هم ورانا الماتشات دي من غير جمهور، بس ان شاء الله انا عارف هم هيعوضوا في افريقيا الماتشات بجمهور، انا عارف هيملوا الصاله، تبقى بطوله صعبه جدا طبعا، وزي ما حضرتك قلت النادي الاهلي انت طيب تكسب كل البطولات، بتخلص من حاجه بتخش في حاجه، واحنا يعني محظوظين جدا ان احنا بنلعب في نادي كبير كده زي النادي الاهلي، انت على طول بتنافس وراك دعم كبير جدا وناس يعني ثلاث ارباع المصريين بيحبوا النادي الاهلي، فده شرف كبير لاي لاعب نلعب في النادي الاهلي، وان شاء الله نوعدهم السنه دي ثلاثيه ان شاء الله. شكرا محمد، نتمنى لكم دوام التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. شكرا كابتن هيثم، يمكن دي كانت الاجواء هنا من الملعب، يمكن اجواء اكثر من رائعه، اكتملت الحمد لله بالفرحه وفوز النادي الاهلي كعادته دايما، وان شاء الله يضاف لقب جديد لملوك الصالات. شكرا جزيلا شكرا جزيلا محمد توفيق مراسلنا طبعا في ارض الملعب، نشكرك على مجهودك معنا النهارده واللقاءات المهمه. محمد معوض ليبرو الفريق واحد نجوم الفريق، صاحب الاخلاق العاليه والمستوى الرائع، اكيد كلامك يعني جميل، تركيزكم اصراركم على حسم البطوله ان شاء الله المباراه اللي جايه يوم الخميس على ما اعتقد ان شاء الله الخميس مع سموحه، ان شاء الله يا محمد باذن الله يعني نكون معاكم ونفرح
بتتويج رسمي ان شاء الله يوم الخميس. كابتن هاني يمكن واضح جدا، انا عاجبني امانه تركيز اللاعبين، مفيش مبالغه في الفرحه، خد بالك من دي وحط تحتها 100 خط. في فرقه بتكسب مباراه تلاقيها تقعد تتنطط وتجري وفرحه، فرحنا دقيقه خلاص احنا عندنا لسه مباراه الحسم ان شاء الله يوم الخميس. لان هو احنا تملي في الاهلي ما بنفكرش ان احنا ناخد واحد من ثلاثه او اثنين من ثلاثه، يعني ثلاثه من ثلاثه. يعني انت كنا بنلعب بطوله افريقيا ابطال دوري وابطال كاس ودوري وكاس وبطوله عربيه، لو خدت اربعه منهم من الخمسه بتفضل ما تخلناش ننام. صحيح. مش عارف يعني هو فيروس بقى هو ايه في الاهلي، انا مش فاهم، لكن هي دي الحقيقه فعلا، هو ده الواقع. احنا كنا يعني هم دلوقتي هم لسه ما خلصوش، هم لسه عندهم الدوري اساسا لسه ما اتحسمش بشكل، فهو عنده ماتش سموحه عشان يخلص الدوري، ولو خلص الدوري هو مستني افريقيا، لو خلص افريقيا هو مستني الكاس. ده دي هو ده قدر كل لعيب بيلعب في الاهلي، او ده حتميه تفكيره. صحيح. يعني هو لازم يبقى كده، بيعمل اللي عليه عشان يكسب كل البطولات اللي يقدر. عارف يا كابتن، انا يعني افتكرت كلمه كابتن محمود الخطيب في حفل تكريم الفرق لما قال الفرق انتوا خدتوا بطولات، اه البطوله لسه خلصانه من يومين ثلاثه. كابتن محمود الخطيب بيقول لهم دي بقت ماضي. يعني لسه يومين ثلاثه. كابتن محمود قبل يوم بقت ماضي، احنا بنتكلم على خلاص دي دخلت ايه تاني؟ ايه تاني؟ شفت عليك يعني ايه؟ يعني ايه تاني؟ فلا يعني الحقيقه بتبقى رسائل واضحه وبتبقى الدنيا باينه من اول. طبعا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي حتى اصغر لاعب في النادي الاهلي بيبقى بيقول لك ايه تاني؟ لا احنا محتاجين تاني بطولات، النادي الاهلي دايما عطشان للبطولات، وزي ما قلنا اهلي اسطوره كل يوم بطوله، ده مش كلام، ده حقيقه طبعا، ده حقيقه. فهي زي ما بتقول حاجه في الجينات، وعندنا ان شاء الله مباراه الخميس، وفي بعد كده مباراه نادي الجيش، حتى لو حسم الدوري هتلاقيه يلعب ماتش الجيش جامد، هتلاقينا برضه بنلعب ماتش الجيش جامد ومش عايزين نخسر. طيب اعزائي المشاهدين لازم نطلع فاصل قصير وارجع لحضراتكم عشان نستكمل طبعا ليلتنا الجميله وفوزنا الجميل الرائع النهارده 3-1 على الزمالك، واقتربنا بنسبه كبيره جدا من حسم لقب الدوري. خلينا نطلع فاصل سريع وارجع لحضراتكم. بص على اللوحه، بص على اللوحه، النادي الاهلي السنه دي نفسه مفتوح الحقيقه، كل يوم بطوله الحقيقه، الواحد في منتهى السعاده. امبارح كنا في منتهى السعاده بالليل بفريق كره اليد سيدات وحصولهم على كاس مصر وسط حضور جماهيري غفير الحقيقه، كان امبارح مفاجاه لينا كلنا حضور هذا الجمهور بهذا العدد في مباراه يمكن ما كناش متوقعين ان الجمهور هيروح كده. النهارده نفس الكلام، فريق الطايره بيسعدنا مباراه رائعه، نتيجه 3-1 بعد تاخره في الاول 1-0، ولكن حول النتيجه من 1-0 ل3-1 بعزيمه رجال الطائره في النادي الاهلي وكابتن محمد مصالح المدير الفني ايضا بتفكيره وتخطيطه للمباراه. الحقيقه لحظات سعيده جدا اللي بنعيشها في مكسب النادي الاهلي، لحظات سعيده جدا واحنا بنشوف فرحه الفوز على يعني زي ما بيقولوا وجوه جمهور النادي الاهلي. ارجع لضيوفنا هنا في الاستوديو كابتن ماجد، يمكن بطوله غاليه جدا تعود بعد 3 سنين، الاجمل من كده ان البطوله بترجع في وقت التنافس مع قطبين الكرة الطائرة في مصر، بالتالي الفرحة مضاعفة المرة دي. بص حضرتك، أنا يعني بعد الأداء المبهر للعيبة النهاردة يبقى إحنا لازم نشكر الجهاز الفني طبعا على رأسهم كابتن محمد صلحي، بس ما ننساش برضو محمد زكريا المحلل التقني بتاع الفريق. تمام. اللي هو واضح إن هو مخلي الفريق يقرا فريق الزمالك. صحيح. بشكل رائع جدا. اكيد برضو مكي المدلك مع هيثم وتايجر كمان. لا ما شاء الله، لا انا بتكلم الجنود المجهوله بقى اللي هم يعني وصلت يعني يعني الناحيه الفنيه طبعا كابتن تامر وكابتن محمود جمعه وكابتن ميدو طبعا على راسهم، ده واضح ادائهم ودورهم يعني، بس كمان يعني محمد زكريا في التحليل التقني دوت قام بدور هايل جدا، ومكي في كمدلك وعشان الاستشفاء وعشان يعني يحافظ على اللياقه الفنيه والبدنيه للعيبه بالمنظر دوت. انا يعني النهارده شفت فريق متكامل. صحيح. فريق استقرار يا كابتن. لا فريق كمان استقرار فريق مستقر. فريق تحس فني متكامل. صحيح. وفريق صحيح. كجهاز متكامل بصراحه ما شاء الله، يعني ربنا يحفظهم ويستمروا كده سنه واثنين وثلاثه ان شاء الله باذن الله، وناخد كل البطولات السنه دي ونحافظ على القوام دوت، لان دوت الاستقرار بيؤدي طبعا لحصد البطولات بشكل كبير جدا يعني. وكمان يا كابتن خلينا نقول انه
شكل الفرقه معلش احنا ممكن نقول يعني بثقه عفوا انه زمن الاهلي في الطايره دلوقتي. هو كل زمن زمن الاهلي في الطايره. لا احنا بنتكلم معلش هو مع احترامي للكلمه دي بس هو كل زمن بس احنا الدوري غايب اللي حصل في السنتين اللي فاتوا دول هو الاكسبشن هو يعني اللي حاجه الابنورمال يعني حاجه مش طبيعيه لان كان ولاد النادي الاهلي بيلعبوا بره النادي الاهلي. صحيح صحيح يعني كان احمد صلاح وعبد الله عبد السلام وعبد الله هم من العوامل الاساسيه والرئيسيه طبعا ان هم ياخدوا البطولات للنادي الجيش. طب كابتن في رسائل يعني بعتوها لي من على السوشيال ميديا في اسلام بيقول مبروك ملوك الطايره وعقبال افريقيا باذن الله ان شاء الله. ده اسلام ابن فارس. في كمان خالد عبد الرحمن بيقول الدوري من ماتش سموحه يخلص وافريقيا والكاس عايزينها اهلاويه. كلام طبعا جميل وزي ما احنا بنقول احنا هنا عشان خاطر كمان جمهور الاهلي يعني احنا برضو يهمنا ان الجمهور ينقل سعادته وفرحته بالفرقه. عندنا تامر عندنا احمد بيقول افريقيا يا رجاله وراسم قلب كبير للنادي الاهلي وان شاء الله هيكون يعني فريق النادي الاهلي على قد المسؤوليه. كابتن هاني يمكن الفرحه دي والكلام اللي انا بشوفه من جمهور النادي الاهلي على السوشيال ميديا يمكن في صفحه العاب الصالات الحقيقه برضو عامله مجهود كبير الحقيقه يقال وبتجمع النتائج وبتنقل وعامله لينك كويس جدا مع جمهور النادي الاهلي. فانا يعني بص هو بحب انقل لفرحه الجماهير كمان. هو كمان يعني خد بالك ما هو اللي انت بتتكلم فيه ده هو الوقود اللي بيمشي اللعيبه. برافو عليك. يعني انت وانت لعيب في الاهلي انت طول ما انت ماشي في الشارع انت واحد بيقول لك كذا 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 كذا. صحيح. شد حيلك انتوا كويسين انتوا عملوا انتوا ليه عملتوا امبارح كذا انتوا يعني انت فاهم؟ انت على طول محطوط اون سبوت فانت عايز تفرح الناس دي يعني ما انت صح. بتتكلم ان 80% من الناس المصريين اهلاويه. والغريبه يا كابتن معلش اقول لك على حاجه بامانه الفتره اللي فاتت حسيت باهتمام كبير جدا لالعاب الصالات من جمهور النادي الاهلي وده باين في التذاكر اللي نزلت في يومين انتهت خلصت وبيدوروا على التذاكر جمهور النادي الاهلي المحب النادي بيدور على التذاكر دي زي تذاكر ماتشات الكوره. هو ده بسبب بسيط جدا ان احنا في قناه الاهلي المحترمه بقى للالعاب دي بقى ليها برنامج محترم زي الحاجه بتقدمه ده ملوك الصالات بشكل دوري فاللعيبه موجوده قدامهم بشكل دوري فالناس عرفت اللعيبه وبقوا مشهورين جدا وقريبين من لعيبه الكوره. صحيح. وشافوا التعب بتاعهم اللي بيتعبوه في التمرين لان انتوا بتنقلوا التمرينات وشافوا الماتشات بتاعتهم المهمه. صحيح. في بطوله افريقيا وشافوا فابتدى طبعا ده دور الاعلام بتاع القناه وده يعني دورنا احنا يعني يمكن احنا اخر حلقه يعني في هذا الدور ولكن احنا بنبقى سعداء جدا. انا واحد من الناس في خلال سنه ونص غطيت بطولات الحقيقه يعني اسعد لحظات حياتي قضيتها هنا وحضراتكم شاركتوني في كتير بطولات كتير الحقيقه والواحد كان يعني الفرحه كبيره جدا لما بيحس النادي الاهلي في المركز الاول ومستمر القافله بتسير بهذا الجهد الكبير واولادها بيزقوها في كل اتجاه الحقيقه الواحد بيبقى سعيد جدا. طبعا سعيد انت النهارده انت واحنا بنتفرج على الماتش انت يعني انا شفت النقطه اللي نزل فيها يوسف حمدي الصافي. فانت بتتكلم في جيل بيسلم جيل بيسلم جيل افتكرت على طول هو بيلعب وده ابنه كمان بقى بيلعب دلوقتي ولسه قدامه كتير ان شاء الله هيبقى من نجوم مصر. يعني هو زي ما انت بتقول كده هو يعني اجيال كلها بتتربى على ان النادي الاهلي هو رقم واحد. رقم واحد. خلينا استعرض بحضراتكم كمان هبه احمد بتقول الف مبروك لابطال الدوري ومش هنتنازع عن الثلاثيه ان شاء الله. تمام يا هبه باذن الله. طيب يعني محمد توفيق معنا ولا محمد عادل على الهوا؟ محمد عادل نجم الفريق اهلا بيك يا محمد والف مليون مبروك. اهلا بيك يا كابتن هيثم وبمشي على الكباتن الكابتن هاني مسلحي وكابتن ماجد مصطفى طبعا. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله النهارده فوز مستحق على نادي الزمالك. نادي الزمالك طبعا فريق كبير. احنا كنا النهارده كنا رجاله كنا مستعدين للبطوله بشكل كويس جدا معسكرات الجهاز الفني مش مقصر معانا في اي حاجه الجهاز الاداري ما فيش حد مقصر الحمد لله كنا مركزين من اول بوت والحمد لله قدرنا نفوز على نادي الزمالك وان شاء الله الدوري النادي الاهلي ان شاء الله. محمد انت كنت نجم النهارده في مركز ثلاثه في وسط الشبكه الحقيقه شفنا روح كبيره شفنا في الشوط الاول لما حصل ان احنا خسرنا الشوط الاول شفناكوا الشوط الثاني بتجمعوا نفسكوا وشفنا ليك دور كبير يا محمد انت وعبو في المكان بتاعكوا يعني كلمني عن شعورك بعد انتهاء الشوط الاول يا محمد. والله يا كابتن هيثم احنا من اول الماتش نازلين مركزين كابتن ميدو مسلحي قال لنا مش هنرفع سريع كتير عشان احنا
احنا سناتر بلوك عندنا انا ولا عبد الحليم، الحمد لله احنا اساسي متخمص واساسي في النادي الاهلي، فاحنا مميزين بالسناتر ومميزين باحمد قطب، لما يرفع سريع ونخلص بيقلب الملعب لاحمد قطب ولا شكر ولا اللعيبه في مركز اربعه ولا في مركز اثنين، فبنطلع بسنجل بلوك فبنخلص على طول الكوره المباشره. فاحنا لما خسرنا اول شوط صممين برضو لازم نخلص الثلاث شوط اللي جايين دول عشان نطلع نفوز بالدوري، ولسه عندنا ماتش سموحه اللي جاي ان شاء الله، نكسب ماتش سموحه ونكسب ماتش الجيش. يعني احنا مش عشان خاطر كسبنا ماتش سموحه ولا نكسب خاطر ماتش الجيش، هنكسب ان شاء الله الماتشين وخدنا الدوري بدون اي هزيمه ان شاء الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله الفتره اللي جايه وفي البطوله الافريقيه ان شاء الله. محمد يعني طمني، انتوا حالتكم النفسيه ايه؟ شايفين ان انتوا السنه دي ان شاء الله محتاجين الثلاث بطولات؟ يعني انتوا عندكم عزيمه واخدين عهد بينكم من بعضيكم ان شاء الله ان الثلاث بطولات ما تروحش منا؟ لا طبعا لازم الثلاث بطولات ناخدهم، احنا من اول الموسم مركزين ان احنا نلعب على الثلاث بطولات، الكاس بقاله فتره غايب عننا، الدوري بقاله فتره غايب عننا، افريقيا الحمد لله واخدينها السنه اللي فاتت، فاحنا مركزين ان احنا ناخد الثلاث بطولات، ناخد الثلاثيه ان شاء الله، وده هدفنا. كل واحد من اصغر واحد لاكبر واحد ده هدفنا من اول عمل الاوضه لحد كابتن ميدو وكابتن خالد ابو زينه، ده هدفنا اللي احنا نتوج بثلاثيه ان شاء الله، وكل الثلاث بطولات ان شاء الله جوه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. محمد عادل نجم الفريق وطبعا سنتر بلوك الفريق، شكرا جزيلا والف مليون مبروك يا محمد، الحقيقه اسعدتونا جدا النهارده وروح وحماس وبتدونا طاقه ايجابيه جميله جدا، والحقيقه يعني مش عارف اقول ايه، برافو عليكم وان شاء الله مستنيين منكم بطوله افريقيا الخطوه اللي جايه، الدوري تحسموه يوم الخميس، وان شاء الله بطوله افريقيا كمان بعد كده. خليني انقل لكم كمان يعني شعور جمهور النادي الاهلي وكلامه للفرقه. عندنا محمد قطب بيقول افريقيا، في نادر جمعه بيقول افريقيا يا ابطال، افريقيا مش هزار، احمد افريقيا رجاله، في عندنا محمد جيدو بيقول احنا فخورين بيكم وباذن الله مش هنتنازل عن الثلاثيه انتوا قدها باذن الله. الحقيقه يعني كل ما الواحد بيشوف فرحه جمهور النادي الاهلي الموضوع بيختلف خالص. يمكن كابتن ماجد محمد عادل كلامه واضح والحماس، يعني الماتش خلص المفروض يبقى فيه هدوء شويه، لا نفس النبره، يعني لو كنا كلمنا محمد قبل اللقاء كان هيكون بنفس النبره، ودي حاجه تطمنا الحقيقه. بصراحه هو يعني الفريق كله واضح ان هو بيشتغل بنغمه واحده وبروح واحده، التصميم اللي احنا شايفينه من الفرقه كلها سواء من الطاقم الفني او من اللاعبين او حتى الكابتن خالد وزينه من الطاقم الاداري، واضح ان هم مصممين على استعاده بطوله الدوري وبطوله الكاس، لان هم حاسين قد ايه هم يعني في احتياج لكده، ليثبتوا طبعا ان هم كانت فتره مظلمه وعدت فتره صغيره لا وكل فرقه بتمر يا كابتن طبعا حته بناء فرقه، وكابتن ميدو الحقيقه خد المسؤوليه دي وما هربش منها، لا 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 بصراحه على عاتقه. يعني ما شاء الله بقول لحضرتك الفرقه بالمنظر دوت، يعني ان شاء الله بنسبه كبيره الثلاثيه موجوده في الاهلي والروح ديت بالحماس دوت، وان شاء الله باذن الله يعني نبارك لهم يوم الخميس واما يرجعوا ان شاء الله من المعسكر على افريقيا وربنا معانا ان شاء الله كباتن في بطوله افريقيا. خليني اقول برضو يا كابتن اقول لكم نبض الجمهور يا كابتن هاني، اسمح لي بعد اذنك فضل. في نهله خالد بتقول خليتوا اي حد ما بيحبش كره الطايره اجبرتوه على مشاهدتكم اليوم، شكرا رجالتنا فكنتم على قدر المسؤوليه ملوك الصلاه وطبعا بتشاور وبتسقف للفريق. في عندنا كمان محمد احمد بيقول الف مبروك يا رجاله، كنتوا في الموعد النهارده ولعبتوا برجاله وتركيز عالي لعوده الدوري لملك اللعبه الاول في مصر. طبعا كلامك جميل يا محمد واكيد ان شاء الله يكون عند حسن ظنكم. في محمد حسام بيقول الف 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 مليون مبروك، في سهام طارق بتقول الحمد لله والف مليون مبروك، في محمد مصلحي بيقول الف، مش كابتن محمد مصلحي المدرب كابتن محمد مصلحي احد الجماهير طبعا والمحب للنادي الاهلي بيقول الف الف مبروك، الحمد لله رجع الدوري لبيته وعقبال الكاس وافريقيا لان احنا ملوك الطايره في مصر، ده حقيقه. في عصام احمد بيقول مبروك الدوري ان شاء الله افريقيا يا رجاله، في دكتور باسم بكري بيقول مبروك لملوك الصالات من المملكه العربيه السعوديه. شفتوا يعني انا عايز اقول حاجه يا كابتن، في كل الوطن العربي هتلاقي الاهلاوي قاعد لو النادي الاهلي بيلعب، معلش طاوله يعني معلش مفيش رياضه اسمها طاوله طبعا، بس لو بيلعب اي حاجه هتلاقي الجمهور قلبا وقالبا معاك يا كابتن هاني. طبعا دي حاجه يعني كل ما مسافر اي حته في الوطن العربي او في اي حته صحيح. النادي الاهلي هو النادي الاهلي صحيح. في حاجه بقى مهمه اتفضل يا يعني كابتن عايز اسمعك بالعكس انا عايز انت كلامك في الصميم يا كابتن لا عايز اشير ليها بجد بقى اتفضل يا كابتن. هو عايز بس ملحوظه صغيره الناس تاخد بالها منها، اول لما مجلس الاداره اتغير كانت كل الناس بتتكلم ان الالعاب الجماعيه كلها حسام البدري هيمشي
طارق خيري هيمشي، ميدو هيمشي، يعني واخد بالك؟ لان خلاص دول كانوا في المجلس اللي فات وكان كده. ايه اللي حصل؟ ولا حاجه دعم. حسام البدري فضل مكانه والدعم وكسب الدوري بفرق 60 نقطه. صحيح. ميدو فضل مكانه والدعم وكسب الدوري اهو الحمد لله، وهيكسب الدوري هيروح طارق خيري نفس الموضوع. هو ده النادي الاهلي يا كابتن، هو ده النادي الاهلي، هو ده بقى كله يعني بيبني ورا بعضه، كله بيبني ورا بعضه. صحيح، دي النقطه اللي برافو عليك، بس ما حدش هيحس بيها غير اللي موجود واللي لعب جوه النادي الاهلي ولعب جوه الاهلي. فعلا صح، يعني عمر ما يعني هي الاداره كلها مع كامل الاحترام والتقدير للمهندس محمود طاهر، جه محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب نجم كبير جدا، جه خد المسؤوليه بيديرها بمنتهى الاحترافيه. الكرو اللي معاه كل واحد له دوره، الكابتن عمرو فاروق حاجه طبعا اسطوره، مش غريب على لعب السواد يعني، طب مش غريب ده هو يعني هو طبعا يعني انا عايز اقول لك ان هو عارف كل صغيره وكبيره في كل صغيره صحيح. وكبيره صحيح. عن الفرقه بتاعتنا يعني، لما شفت مش تعالى ده فلان عمل وليه إيه إيه، يعني حاجه غير طبيعيه يعني صحيح. كلهم والدرندلي وخدمه بدون حفظ الالقاب، يعني قصدي ان كل واحد بيخش في الترس وهو بيشغل اللي قبليه، عشان كده ده هو ده النادي هو الاستمراريه. عايز اقول حاجه بقى، يمكن يعني يمكن يكون طبعا كلامي فيه تحيز شويه، لكن هو المؤسسه الوحيده الناجحه في مصر عشان بيدار باستمراريه. الله ينور عليك، لان كل حد بيجي يشتغل بيبقى عايز يهد ويفهم. خلينا نرجع ونتكلم في الموضوع باستفاضه، بس معانا الكابتن محمود جمعه مدرب عام الفريق. اهلا بيك يا كابتن محمود، والف مليون مبروك، شرفتونا. الله يبارك فيك يا كابتن هاشم حبيبي، ربنا يخليك. يعني كلمني عن ليله المباراه، ليه انا بسال حضرتك؟ يعني حضرتك مساعد المدرب وتدري تماما يعني حجم العبء النفسي اللي كان عليك ليله المباراه، كلمني من امبارح عملتوا ايه يا كابتن؟ والله احنا يعني من امبارح اللعيبه اللي هيحصل في الماتش، يعني كابتن ميدو والله من امبارح تقريبا ما الراجل تقدر تقول ما نامش وما نامش معاه. حد لكل كبيره وصغيره في الماتش، حفظ اللعيبه كل لعيب دوره ايه وفرقه الزمالك بيعملوا ايه. هو ده اللي كنا يعني كنا شغالين عليه من امبارح والنهارده. امبارح كان في اجتماع مع الفرقه والنهارده كان في اجتماع مع الفرقه، بنحفظ اللعيبه كل كبيره وصغيره في الماتش ايه اللي احنا هنعمله وايه اللي فرقه الزمالك بتعمله. وربنا الحمد لله كرمنا النهارده، ويا رب تستكمل على خير في الماتش. جايين يا رب ان شاء الله. كابتن محمود، يمكن عندكم تركيز عالي، ما فيش فرحه بعد الجيم، احنا ما شفناش فرحه او مبالغه في الفرحه، عارفين كويس قوي ان يوم الخميس هو يوم الحسم. كلمني عن النقطه دي بالذات، لان النقطه دي بتدل النادي الاهلي نادي كبير ونادي بطوله. والله يا كابتن هشام، هو اللعيبه يعني من قبل الماتش كانوا طبعا متعهدين ان هم يكسبوا الماتش. احنا كنا محتاجين يعني نرجع الدوري تاني للنادي الاهلي، الدوري بعيد عن النادي الاهلي بقاله 3 سنين. بعد الماتش اللعيبه حتى الفرحه الحمد لله، يعني انت عارف النادي الاهلي متعود طول عمره على الفوز، فبس كانت يعني احنا كنا معجبين، لسه عندنا ماتشين، ماتش سموحه وماتش الجيش. برافو، ان شاء الله الفرحه الكبيره تبقى بعد ما نكسب الماتشين دول ونكسب ان شاء الله من غير خساره ولا ماتش باذن الله رب العالمين. طب كابتن هسبة، لا هنط يعني يومين كده شويه، انتوا في هولندا ان شاء الله عندكم كم مباراه وديه ممكن تتلعب يا كابتن؟ كابتن محمود، كابتن محمود جمعه مساعد المدرب، يا ترى لسه معايا على الهاتف ولا الخط قطع؟ الخط قطع، اكيد هنرجع له تاني. خليني بس اخد كمان بعض التعليقات من جمهور النادي الاهلي. في احمد كريكا بيقول الف مبروك لرجاله الاهلي، هو ده المعروف عن ولاده، من يسيبوا بطوله لبطوله حالها المركز الثاني. طيب في سيد بيقول الف مبروك يا ابطال، في احمد ابو الخير بيقول افريقيا والكاس يا ابطال والدوري ده بدايه، برافو عليك ان شاء الله الدوري ده بدايه، لان فيه بطولتين جايين مهمين. في طارق حسين بيقول عايزين احمد صلاح، ما تقلقش يا طارق، احمد صلاح ان شاء الله بنسبه كبيره سيعود الى النادي الاهلي الموسم القادم. في اسلام سلامه بيقول الف مليون مبروك لابطال الدوري. احمد عبد الله بيقول رافعين راسنا ومن نجاح لنجاح. محمد ميدو بيقول افريقيا رجاله. اسلام جاب الله بيقول الف مليون مبروك. اسلام برضو بيقول نفس الكلام. كابتن هاني، ارجع لحضرتك في الحته المهمه اللي اتكلمنا، النادي الاهلي حتى على مستوى مش بس مجلس الاداره، على مستوى الاجهزه الفنيه اللي بيجي ورا اي جهاز فني او حتى النشاط الرياضي، شفنا كابتن رؤوف عبد القادر بيبني على اللي بناه واللي كمله كابتن عاصم السعداني. الحقيقه هو ده النادي الاهلي، ايد ورا ايد بتوصل المنظر اللي احنا شايفينه قدام الشاشه. لان انت هو منتهى يعني، هو الناس متيقنه من ده، ان هو يعني ما هو كابتن رؤوف كان موجود الاول، كان صحيح موجود، يعني لو كان اللي بعديه جه هد اللي هو عمله ما كناش هنوصل لكده. فهو صحيح. بيستمر هو يعني، ده بيسلم ده كل حاجه في كل صحيح. مكان صحيح. انت يا عم انت وانا قاعد في الجنينه في الاهلي،
بتحس بالكلام ده للجرسونات اللي شغالين. صحيح يعني كابتن. يعني كابتن هستأذنك لان كابتن محمود جمعه رجع الاتصال. كابتن محمود كنت بسأل حضرتك قبل ما الخط يقطع في هولندا ان شاء الله، في بولندا ان شاء الله هيكون عندنا تقريبا كم مباراه وديه استعدادا لافريقيا؟ والله احنا المفروض من الترتيب احنا يعني نلعب من 3-4 ماتشات في المعسكر بالتدريج مع فرق طبعا بولندا من الفرق اللي تعتبر دلوقتي في المراكز دايما المراكز الاولى على بطولات العالم او الاولمبياد او الدوري العالمي، فان شاء الله يكون معسكر قوي يكون الاستفاده منه على اعلى مستوى قبل بطوله ان شاء الله رب العالمين. كابتن محمود يعني عايز اسال حضرتك سؤال اخير، توعدوا ايه بجمهور النادي الاهلي؟ تقولوا ايه لجمهور النادي الاهلي؟ والله يعني احنا ان شاء الله السنه دي تعهدنا ان احنا نكسب الدوري الخطوه الاولانيه باذن الله رب العالمين، واللعيبه واحنا كجهاز والناس كلها متعهدين ان ان شاء الله ثلاث بطولات ان شاء الله ان شاء الله يرجع النادي الاهلي السنه دي. السنه اللي فاتت خدنا بطوله افريقيا ان شاء الله لازم نحتفظ باللقب باذن الله رب العالمين، توفيق من عند ربنا ان شاء الله نقدر نحافظ على اللقب والدوري او خطوه، ففضل لنا ان شاء الله افريقيا والكاس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين. تكون يعني الفرحه الكبيره بعد بطوله افريقيا باذن الله في النادي الاهلي وعلى ارضنا باذن الله ان شاء الله. كابتن محمود جمعه مساعد المدرب شكرا جزيلا، وقلوبنا ودعواتنا معاكم. يمكن كابتن ماجد التركيز باين في الجهاز الفني. سلم لي على النجوم اللي موجوده معاك وهم بيسلموا على حضرتك كابتن ماجد ومصطفى وكابتن هاني مصالح بيسلموا عليك وبيقول لك الف مليون مبروك. كابتن ماجد يمكن الطاقه الايجابيه في الجهاز الفني حضرتك حسيت بيها من اول اللقاء وحضرتك اشدت بيها؟ انا زي ما قلت حضرتك هو واضح جدا النغمه اللي عليها الفريق ككل كجهاز فني واداري ولعيبه، المداخلات كلها اللقاءات كلها اللي مع اللعيبه والاداري والمدربين كلها على نغمه واحده كلها على قلب رجل واحد. هم واضح ان اللعيبه كلها عندها تركيز واراده وعزيمه ان هم يفرحوا جمهور النادي الاهلي ويعوضوا السنتين العجاف اللي كانوا السنه اللي فاتوا دول ويثبتوا ان هم يعني فريق بطولات فعلا، فريق كره الطايره في النادي الاهلي صحيح قدر يثبت لنا النهارده ان هو على قد المسؤوليه، وان شاء الله باذن الله زي ما بيقولوا كمدربين وكلعيبه افريقيا في السكه والكاس ان شاء الله كمان في السكه. صحيح ان شاء الله. كابتن ماجد خلينا النهارده نتكلم في الناحيه الفنيه شويه، نرجع يعني نتكلم عنها. يمكن احنا طمنا على الفرقه بشكل كبير، بتهيألي عوده ان شاء الله منعم لو رجع في اضافه طبعا كبيره جدا. اضافه كبيره حتى. طبعا والبطوله افريقيا يعني بتحتاج كل المجهود من كل اللعيبه. احنا عندنا منعم قوه ضربه في الفريق ومن العناصر الاساسيه طبعا، وانا شايف ان شاء الله باذن الله منعم يلحق ان شاء الله. ارجع حضرتك معلش يا كابتن اسف اقطع حضرتك، بس معانا على الهاتف طبعا لاعب النادي الاهلي المحترف او المعار كمان لمده موسم واحد معانا شكري الجويني. الف مبروك مليون اقول ايه برشا مبروك يا شكري. الله يخليك، اول حاجه الحمد لله يا رب اللي تمكننا معناتها من الفوز بالماتش الصعب هذا، والحمد لله يعني اني بكل صراحه كنا رجال يعني في الميدان. صحيح المباراه كانت صعبه من الاول، ما عرفنا كيفاش نسيطروا على داخل المباراه، وشكر كثير للاطار الفني اللي كان معانا معناتها من الاول. شكري يمكن انت عندك خبرات كبيره جدا، لعبت مباريات نهائيه بالهبل سواء كان مع النادي الترجي او مع منتخب تونس وكمان مع النادي الاهلي، شفناك النهارده بتعمل مباراه رائعه جدا، مباراه النهارده من احسن مبارياتك مع النادي الاهلي. شكري قول لي انت يعني شايف ازاي وجودك مع النادي الاهلي وشايف ازاي تقدر تكون اضافه مع النادي الاهلي يا شكري؟ والله اول حاجه دي فضل من عند ربي، وكذلك يعني ثقه الاطار الفني فيا الحمد لله ما كانت يعني بالسهله، حسيت بالثقه اللي عطوها لي. وبكل صراحه يعني انا بلعب في نادي كبير، يعني في دخول نادي الاهلي يعني لازم عارف انت داخل في اي نادي، يعني مش اي نادي ممكن تدخل له. صحيح يا شكري صحيح. فلما تقول نادي الاهلي تقول تتويجات محليه وقاريه على طول. صحيح. هذا التحدي اللي انا قبلته والحمد لله كان ثقه في الاطار الفني فيا، وان شاء الله يا ربي هذه البدايه ان شاء الله اللي صحيح غاب الدوري ثلاث سنوات،
فهمتني؟ ان شاء الله هذه البدايه ان شاء الله باش ترجع كل الامور وكل حاجه ترجع الكره الطايره ان شاء الله ونفرحوا الجمهور بتاعنا ان شاء الله. طب شكري، يعني عايز اسمع منك، يعني انت حاسس براحه وسعاده لوجودك جوه النادي الاهلي؟ يعني انت يوم ما كان النادي الاهلي كلمك وطلب التعاقد معاك، مر دلوقتي وقت، انت لما قبل ما تيجي النادي الاهلي شايف الصوره من بره زي من جوه دلوقتي ولا لا يا شكري؟ من بره لما صراحه لما كنت العبهم، يعني لما تشوف من بره الاهلي بتشوفه نادي كبير، ولما دخلت جوه النادي لقيته نادي اكبر. سلام. الله عليك يا شكري. كلام شكري، هو انت الحاجه اللي خلتني يعني مرتاح انه حسيت روحي يعني بين عائلتي، يعني بين لاعبين والاطار الفني، يعني حاسس روحي اخوهم، معناتها مش لاعب جاي من تونس ولا لاعب محترف. صحيح. لقيت راحه كبيره في النادي، جوه النادي وبرا من النادي الحمد لله. شكري، انت اصلا في بيتك ومرحب بيك جدا، وعلى فكره انت كان ليك يعني مواطن تونسي ايضا كان محترف، امين روزيه نجم منتخب تونس لكره السله، يعني سبقك بكام سنه كان موجود، ووجود اللعيبه التونسيه مش غريب على مصر، وكمان بتبقوا اضافه كبيره جدا لمصر، ونقدر نستفيد سواء وجودكم معانا او وجودكم جوه النادي الاهلي. يا شكري الحقيقه انت يعني اسعدتنا بكلامك، وتقول ايه لجمهور النادي الاهلي عبر شاشه قناه النادي الاهلي يا شكري؟ والله نحب ان نقول لهم ان شاء الله يا ربي انا نجم نفرحوكم، يعني الحاجه الوحيده نجم نقدموها للجمهور اللي يوميا يعني يتابع في كل اخبار النادي، ان شاء الله نجم نفرحوه بالدوري، وان شاء الله يا ربي يحتفل معنا في الافريقيه بالتتويج الدوري بطوله افريقيا ان شاء الله، ويا رب ان شاء الله يكون سنه خير وسنه يرجع فيها الاهلي لمكانته الطبيعيه اللي هي معروفه مكانته الطبيعيه هي الاهلي ان شاء الله. شكري الجويني، اللاعب المحترف، لاعب الترجي التونسي والمعار للنادي الاهلي، شكرا جزيلا الحقيقه. شكري انت بتتكلم يعني لما لبست الفانيله الحمراء انا مش حاسس ان انت، انا حاسس ان انت ابن النادي الاهلي، ولا يا كابتن هاني؟ صح تمام. وانا قلت لك ان هو في الماتش النهارده هو من اكثر اللعيبه المميزين، ومفيش لعيب محترف بيأدي بالحميه دي غير لما يكون مرتاح، لان هو في لعيبه بتبقى جايه تاخد فلوس وتمشي. هو مش واضح عليه كده، هو واضح اكنه من اولاد النادي فعلا. هو قال انا حاسس ان انا بيتي، مش حاسس ان انا مجرب، يعني دي قال لك انا شفت النادي الاهلي كبير لما دخلت شفت اكبر. الكلمه دي هزتني. طبعا يعني كلمه حلوه. هو يعني احنا كلنا على مر الوقت احنا بنحترم اللعيبه التونسي جدا وبنحبهم، يعني دي حقيقه، هم لعيبه محترمه ولعيبه كويسه، وبنتشرف ان احنا كلنا بنتنافس معاها. كون ان بقت الدنيا يعني اتقلبت الاحترافيه وبقى ممكن يجي لعيب زي شكري موجود معانا، بقى اضافه فعلا للاهلي، مش كلام، معلول في الكوره اضافه للاهلي مش كلام، معلف نادي الزمالك موجود واضافه برضو، فده دي حاجه تشرفنا في مصر انها بقت طبعاً بيت للعيبه المميزين طبعاً. من تونس او من غيرها. لكن احنا الحقيقه يعني ان في الكره الطايره اللعيبه التوانسه بيبقى ليهم كل تقدير واحترام، واحنا فخورين ان هو معانا برضو، ومبسوطين ان هو معانا. بقول لك ايه يا كابتن ماجد، بامانه شكري من كلامه على الهواء من التليفون دخل قلبي بصراحه. والله ما هو يعني دخل قلبي في الملعب، ودلوقتي لما اتكلم معاه دخل قلبي اكتر. هو شكري بيوضح الحاله الفنيه والمعنويه اللي عليها الفريق ككل، كلهم على قلب راجل واحد ان هم عايزين يعملوا انجاز للنادي الاهلي السنه دي، وفي نفس الوقت من الواضح ان هو مرتاح جدا، واداؤه في الملعب اداؤه في الملعب بيبين كده ان هو مرتاح مع الفريق ومرتاح في علاقاته ما بين اللاعبين، وده واضح جدا في ادائه في الملعب. حماسه وهنرجع لمكانته الطبيعيه. طبعا وواضح جدا ان هم كمان اللعيبه بينهم وبين بعض في روح حلوه قوي، وده واضح جدا في اللعب، وواضح جدا على الاداء، وواضح في كلامهم صحيح. بعد المباراه تركيزهم في اللي جاي، وده بيقول ان فريق نادي الاهلي ان شاء الله باذن الله مصممه على الثلاثيه. بس برضه في حاجه نقطه احلى فضل. كمان نقطه احلى ان هو شكري لما جه في بدايه التعاقد ده هو كان الثالث في منتخب تونس، يعني هو كان احتياطي في الفريق التونسي، كان في المنتخب التونسي، كان معلق ده بيلعب اساسي بتاع الزمالك وعليه يعني، ولعيب تاني صغير كده. فهو اعتقد ان هو لما يرجع هو هيرجع اساسي، يعني قصدي ان هو برضو استفاد فنيا جدا، استفاد يعني فنيا، استفاد فنيا، يعني احنا استفدنا منه فنيا وهو استفاد فنيا. وكمان بص يا كابتن، الراحه النفسيه للاعب، انت قلت كلمه حلوه جدا، هو مرتاح جوه النادي الاهلي. بص واضحة انا جداً. انا صدقني يا كابتن، انا اقول لك على حاجه، انا
مريت بتجربه زي دي معاه. والحقيقه اللي ما لعبش رياضه في النادي الاهلي ما لعبش. والنادي الاهلي الحقيقه يعني قصه ثانيه ومنظومه ثانيه واحترام ثاني وتعامل ثاني. النادي الاهلي صح زي ما قال شكري من بره كبير ومن جوه كمان بتلاقيه اكبر. دي صعبه. دي صعبه تلاقيها في اي نادي حتى في المنطقه كلها. مش هقول النادي الاهلي كبير واتبنى على يعني على كتاف ناس نجوم اكتر منا 100 مره. فطبعا عرق ومجهود سنين طويله هي دي في الاخر لازم تكون نتيجه كده. طبعا خلينا برضو يا كابتن نقول بعض برضو تعليقات الجمهور اللي احنا الحقيقه احنا هنا عشانهم. في خالد نجاح بيقول مليون مبروك لرجاله الاهلي ان شاء الله. الاهلي ننتظر منكم الفوز بالمباراتين المقبلتين التتويج بلقب الدوري ان شاء الله. خالد هم مركزين وعلى قلب رجل واحد. عندنا محمد عمر كمان بيقول مبروك الدوري مقدما وعقبال الكاس وافريقيا. في عندنا منى محمد بتقول الحمد لله والف مبروك. اهم حاجه افريقيا يا رجاله وانتوا قدها ان شاء الله وكونوا على قدر المسؤوليه. في كمان محمد حسام بيقول الف مليون مبروك. في سهام طارق بتقول الحمد لله والف مليون مبروك. في كمان اسلام رجب بيقول مليون مبروك لزعيم افريقيا ومصر والعرب. الثلاثيه مطلب جماهيري. في معتز جمال بيقول متصدرين دوريات الالعاب الجماعيه. في عندنا ايمان بتقول كمان احفاد الفراعنه دائما شرف لينا. الحقيقه طبعا نفسي اقرا كل التعليقات ولكن احساسكم يا جماعه جمهور النادي الاهلي بملوك الصالات الحقيقه انا نفسي بستمد منكم طاقه ايجابيه بستمد منكم يعني زي ما بيقولوا فرحتنا الحقيقيه هي الفرحه بتاعتكم. وكل اللي احنا بنشوفه على الصفحات دي وبنشوف التفاعل بيدل ان انتم بتتابعوا ملوك الصالات وبتتابعوا العاب ملوك الصالات. والحقيقه هي دي اهم رساله لينا هنا في ملوك الصالات او قناه النادي الاهلي ككل ان احنا نوصل المجهود اللي بيحصل من العاب الصالات وان هم بيسعوا دائما للاول. وشفنا بلس 90 امبارح حتى فريق كره اليد للسيدات بيحسم المباراه في اخر ثانيه. يعني حتى الروح اللي موجوده في كره القدم موجوده في الالعاب الثانيه بس يمكن كانت محتاجه بس شويه يعني اضاءه او شويه اعلام او شويه ضوء عليها عشان تظهر اكتر من كده. كابتن ماجد يمكن روح النادي الاهلي بانت امبارح روح النادي الاهلي بانت النهارده وهتبان في اللي جاي ان شاء الله في بطوله افريقيا للسيدات. الروح دي او روح الفنانه الحمراء هو ده الاساس في النادي الاهلي. هو المنظومه كامله جوه النادي الاهلي بتخلي اللعيبه تحس بالكلام دوت وبتطلعه وبترجمه لبطولات. والبطولات بتاعه النادي الاهلي كلها مش جايه من فراغ سواء في الكوره او في الفولي باسكت هاندبول اي حاجه موجوده جوه النادي الاهلي بيستمدوا الكلام دوت من المنظومه اللي جوه النادي الاهلي. زي ما قال كابتن هاني كل جيل بيجي يسلم الجيل اللي بعديه الرايه. كل مجلس اداره بيجي يستلم الرايه من المجلس اللي قبليه وبيكمل شغله. فده ده الروح ديت مش موجوده في اماكن كتير وهي دي اللي مديها ميزه للنادي الاهلي. صحيح. طب يا كابتن خلينا نقول برضو انه برضو عوده الجماهير مطلب. انا ليه بعيد وازيد في الموضوع ده؟ لان الحقيقه النادي الاهلي لما بيكون بيلعب مباريات بجمهوره بشكل غفير زي ما شفناه امبارح الحقيقه بتبقى ليها طعم تاني. شيء مختلف تماما ان انت تلعب يعني رياضه عموما بجمهور او من غير جمهور. يعني ما اعتقدش ان الممثل بيقدر يبدع لو المسرح فاضي. المسرح فاضي يعني. فالابداع دايما لان برضو اللعيب بيحتاج رد الفعل السريع عشان يجيد والتفاعل معاه في ارض الملعب. طبعا لان كل ما ياخد رد فعل وفيدباك من الجمهور على كل حاجه بيعملها جوه الملعب صح كل ده ما بيزيد من حماسه وكل ده ما بيزيد من تالقه وكل ده ما بيدي متعه للمشاهده ومتعه للعبه نفسها. فطبعا عوده الجماهير مطلب رئيسي وضروري جدا في المباريات القادمه. والحمد لله ان بطوله افريقيا بجمهور الحمد لله. وان شاء الله باذن الله ده هينعكس على اللعيبه في ادائهم وفي حماسهم. صحيح. وهنشوف يعني مستوى افضل من اللي احنا شفناه النهارده. وان شاء الله ان شاء الله يعني متوج بطوله افريقيا في وجود يعني اهالي اللاعبين وكمان الجمهور. طب كابتن استاذنك نروح ناخد طبعا نجم الفريق والنهارده كان نجم فوق العاده احمد قطب نجم الفريق. احمد الف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن هاني. بص احنا النهارده كابتن هاني وكابتن ماجد راهنوا عليك بشكل كبير والحقيقه انت النهارده كنت سوبر 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 ستار. يعني تحب تقول ايه بعد الفوز الكبير ده يا احمد؟ الحمد لله. اول حاجه حقيقة كابتن هاني وكابتن ماجد
وطبعا الحمد لله على المستوى، وطبعا الفرقه كلها يعني ادت بشكل طبعا يعني هو ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي عشان خاطر نفرح الجمهور ونرجع الدوري للنادي الاهلي ان شاء الله. احمد، يمكن عودتك لمستواك الرائع اللي احنا شفناه النهارده ده اضافه كبيره للنادي الاهلي. كلمني عن نظرتك لاستكمال الدوري سواء المباراتين الجايين او لبطوله افريقيا. شايف وجودك او حفاظك على مستواك ده امر نقدر ان شاء الله نحققه بحيث ان انت تبقى دفعه كبيره جدا للفريق، ولا هيبقى في امور ثانيه؟ لا هو طبعا احنا من يعني انا من اول الموسم يعني انا بحاول بقدر الامكان ان انا يعني اساعد الفرقه، وطبعا هي الفرقه طبعا كلها رجاله، بس انا بحاول الحمد لله يعني بحاول اساعد الفرقه من اول الموسم، وطبعا هنكمل لحد اخر الموسم كان افريقيا ولا حتى الماتشين اللي فاضلين في الدوري والكاس ان شاء الله، وطبعا ان شاء الله مكملين يعني مش هنوقف حتى يعني ان شاء الله مستوانا ما يقلش والكلام. صحيح يا احمد. طيب كابتن هاني مصلحي كان اول الاستوديو كان مراهن بشكل كبير عليك وهو عايز يقول لك حاجه، اتفضل يا كابتن هاني. اولا مبروك يا قض ان انت يعني الحمد لله تمام، بارك لك ان انت رجعت للمستوى ده اللي احنا نفسنا ان انت تستمر عليه على طول، حاجه تشرف يعني تمام. مبروك كده ان شاء الله بطوله افريقيا تبقى اهلاويه وانت ان شاء الله احسن ضارب في البطوله ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك، مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك كابتن هاني. وكابتن ماجد برضو عايز يوجه لك حاجه، اتفضل يا كابتن ماجد. مبروك يا قد. الله يبارك فيك كابتن ماجد، ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله ما شاء الله على المستوى، والاداء النهارده كان رائع جدا، وانا بتمنى ان انا اشوفك دايما كده سواء مع الاهلي او مع منتخب مصر. الله. الحمد لله ان شاء الله يبقى في احسن ان شاء الله. ان شاء الله وتعملوا معسكر جيد وترجعوا ان شاء الله على قد بطوله افريقيا وتكسبوها باذن الله. ان شاء الله. الف مبروك يا حبيبي، الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن ماجد، الله يبارك فيكم. احمد قطب طبعا نجم الفريق، شكرا جزيلا ليك، سلامنا لكل الفرقه وحافظوا على نفسكم، يعني ربنا يحميكم وتحافظوا على نفسكم كده ان شاء الله حتى نهايه الموسم يا رب، وربنا يحميكم من الاصابات. احمد قطب شكرا جزيلا ليك والف مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك يا كابتن هيثم، شكرا. الحقيقه يا كابتن هو يعني ربنا يحميهم بصراحه، ولاد يعني احلى حاجه فيهم. الواحد بس خايف يحسدهم. انا في نقطه بس عايز اقولها، هو اللي انا بقول يا رب يحميهم. في حاجه مهمة يعني خلاص الموسم هو بيخلص، لكن في حاجة حصلت في الأهلي أعتقد إنها لو كانت حصلت في نادي تاني كان ممكن تعمل أثر سلبي رهيب. إيه هي؟ حسام كان البصير الأساسي بتاع فرقة الأهلي. أيوة كنت عايز أتكلم لمدة يعني لمدة ثلاث سنين، خمس سنين، خمس سنين، البصير الأساسي، لأن عبد الله سافر قعد سنتين بره وبعدين قعد ثلاث سنين في الجيش. صحيح. ف البصير الأساسي كان كابتن الفرقة، وبعدين يجي واحد كان البصير الاساسي قبل كده ومشي والكابتن كابتن يعني عبد الله كابتن الفرقه دلوقتي في مركزه. وهو كابتن الفرقه، انا شايف السكور شيت مكتوب عبد الله سعيد كابتن الفرقه. هو عبد الله كابتن الفرقه. طيب عبد الله عبد السلام كابتن الفريق قدامي في السكور شيت. عبد الله بقى النهارده حسام لما هو نزل اوقات اقل شويه، انت حسيت ان هو برافو عليك. الموضوع ده في اي فرقه في الدنيا غير الاهلي؟ لا مش يعمل مشكله، يهد الفرقه. يعني اي يعني انا لو ماسك فرقه وفي الموضوع ده هفكر مليون مره قبل ما ارجع. طيب صح. الموضوع ده هيتكرر السنه الجايه، هيتكرر ان شاء الله مع احمد صلاح، وهما الاثنين نجوم. صحيح. نجوم مصر، نفس الموضوع بالظبط، وبرده ان شاء الله هيفضلوا ناجحين دي مش هتلاقيها في بيئه غير جوه. عارف يا كابتن كان حسام يعني معايا، حسام يوسف كان معايا في المداخله، وقلت له نفس السؤال اللي حضرتك بتقوله. قلت له عبد الله عبد السلام رجع، قال لي ده ينور. هو بالظبط ده احنا نزيد كمان ونقوى. كنت معايا سمعت انت سمعت حضرتك. سمعت فيعني حته لو يعني هو ده المكسب، المكسب بيجي من هنا. بالظبط هو ده الزد. ده الفرق بقى، ان انت بتستفيد من كل الناس في الاوقات اللي شايفها المدرب، واللعيب مقتنع ان هو دوره كذا وبيأديه. مش ابدا من نجوميه حسام ولا يقل من اللي قال. خالص خالص بالعكس. انت نجم وهتظل نجم يا حسام، وحتى لو ما شاركتش في المباراه خالص او حتى لو عبد الله ما شاركش خالص، انتوا الاثنين نجوم. ووجودكم في المكان ده في الاخر اتحسبت لك، يعني بطوله الدوري النهارده مش هتتكتب البطوله باسم فلان، لا ده باسم الفرقه كلها. بس ارجع اقول لك يا كابتن برضو ان الروح دي وان انت تقود مجموعه من النجوم دي برضو بترجع للمدير الفني طبعا. يعني الاول بالظبط. الله ينور عليك. العدل، الاحساس بالتاهيل النفسي للاعبين، ان انت دورك ده دورك ده دورك ده، محاول كلام كتير معاه بالظبط. مش المدير الفني واللي معاه كمان، يعني تلاقي في يعني تايجر او جمعه تلاقيهم بيتكلموا كتير في الموضوع ده، وده بيخلي الجو زي ما انت شفت كده.
صحيح، كله بيتمنى لكل الخير، حتى الجهاز الفني قاعد البنش بيشجع الجهاز الفني، بيشجع اللاعبين اللي في الملعب. قصدي اقول ان الروح جميله جدا والمكسب بيجي من هنا. وخلينا نقول انت شوف انت بتقول حاجه كويسه، ان شاء الله احمد صلاح لما يرجع والناس عم تقول احمد صلاح ان شاء الله يرجع وينور يعني نادي الاهلي تاني، هتتكرر تاني، بس احمد صلاح وجوده هيدي الفرقه دفعه كبيره ونقدر نركب 3-4 سنين الحمد لله. خلينا نقول يا كابتن انه برضه حته اختيار المحترف كانت مشكله كبيره بالنسبه لكابتن محمد مصلح اول الموسم، اختيار المحترف ده اكبر صداع في دماغ اي مدير فني طبعا. فكان اختيار شكر الجويني حتى الان كابتن محمد مصلح موفق بشكل كبير جدا. هو ميدو شاف السنه اللي فاتت ايه اللي خلى الاهلي ما يكسبش صداع؟ عنده مشكله رسلان كان معانا مش كده؟ كان رسلان، بس كان عنده مشكله رسلان على طول في الاستقبال برضه، وكان عارف. فهو كان بيدور، هو عنده قوه ضربه جامده جدا، فهو كان بيدور على احسن حد ممكن يجي يستقبل، وهو نجح في كده يعني. هو فعلا هو كان عنده حق في كده، هو بيدور على حد يستقبل كويس عشان يعرف يجي. صحيح، فهي كان اختيار موفق جدا ان احنا اخترنا، وكمان دخل وسط الفرقه بسرعه كده. خلي بالك اول الموسم شكري الجويني كان مع منتخب تونس، وقعد معسكر طويل ورجع مع بدايه الدوري، ما اتمرنش اعداد خالص مع نادي الاهلي. بس زي ما تقول الثقافه الواحده او ارتياحه او حبه ان يجي نادي الاهلي دوب الموضوع ده بسرعه. حقيقة. وده يحسب برضه للجهاز الفني ان هو قادر. اكيد. يعني الحقيقه احنا بنبارك لهم ونتمنى ان هم يستثمروا ده في بطولات تانية كتير. صحيح. طب كابتن، يمكن النهارده حضرتك كسنة العاب يا كابتن ماجد، حضرتك تقييمك النهارده ايه للمركز ده؟ شايف ان هو ادوا اللي عليه ولا لا اللي في المركز؟ يعني كلمنا على الحته دي، لان احنا دايما بنقول بنتفق ان صانع العاب هو نص الفريق. والله يعني الحمد لله ان كان عبد الله موفق بشكل كبير قوي في الفترات كتير من الجيم، ان هو كان باختياراته كلها سليمه وكان بيقود الفرقه بشكل سلس، ما كانش فيه عصبيه، وكان برضو مسيطر على نص الملعب مع اي كوره مظبوطه كان بيلعبها سريع، وكان بيخلي اللعيب السنتر بلوك يخش في توقيت مناسب. صحيح. يقدر يخلص الكره باريحيه كتيره قوي، خصوصا ان دي كان نقطه قوه عند النادي الاهلي ونقطه ضعف عند نادي الزمالك. حتى في الاوقات اللي نزل فيها حسام ادى دوره كويس وكان برده مميز. والنقطه بتاعت حسام وعبد الله دي يعني نقطه توريك قد ايه الحب الفرقه كلها عارفه يعني ايه فرقه جماعيه. صحيح. الفرق الجماعيه ما بتعتمدش على نجم اوحد او ما بتعتمدش على واحد بس هو اللي بيكسب، بتعتمد على كل العناصر، بدايه من اصغر لعيب لغايه كابتن الفرق، وبدايه من مركز الليبرو لغايه صانع الالعاب. كل المراكز بتكمل بعض، وكل المراكز بتادي الدور اللي عليها، وبتساعد المراكز الاخرى انها تبدع. فبالتالي انت مش عارف تقول مين النجم في الفرقه. صحيح. يعني انت النهارده عمال تقول شكري كويس. صحيح. وحريم كويس، وقطب كويس، عادل، حسام، عبد الله، مش عارف تقولها بالظبط. الروح ديت هي الانكار الذات بتاع النجوم الكتير الاول في الفرقه دي، بتوريك قد ايه الفرقه كفرقه جماعيه قادره انها تنصهر كلها. صحيح. في حاجه واحده اسمها فريق النادي الاهلي. صحيح. فما شاء الله يعني النهارده انا مبسوط بيهم جدا، يعني ما شاء الله. والدور اللي بيلعبه سواء عبد الله او حسام دور هايل جدا، وادوا اللي عليهم ويشكروا جدا يعني. كابتن، كلمه اخيره قبل ما ننهي هذا اليوم السعيد. نقول للجهاز الفني والاداري، ونقول لمجلس الاداره، ونقول للاعبين الف الف مبروك، شرفتونا، ومستنيين منكم ان شاء الله افريقيا والكاس باذن الله عشان نكمل الثلاثيه. يعني بنشكر كل فرد في الفريق سواء جهاز فني او اداري او لاعبين، ونقول لهم ان شاء الله ربنا يوفقكم ويحفظكم من العين يا رب، وان شاء الله تكملوا على نفس المستوى ان شاء الله. كابتن هاني، كلمه اخيره. طبعا بنبارك لهم، بنبارك لهم كلهم، ونقول لهم ما تنسوش ابدا ان انتوا شايلين اغلى اسم، شايلين اغلى بادج. انتوا عارفين طبعا، كل اللي بيلعب عارف ان الجماهير والاداره ما بتقبلش ابدا غير بالمركز الاول. نرجو منكم ان انتوا توصلوا العطاء والمجهود، عشان بطوله افريقيا مهمه جدا السنه دي، والكاس مهم، تاخد الثلاثيه، وربنا يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن هاني مصلح، بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني النهارده طبعا في الاستوديو، ويا رب مزيد من البطولات مع النادي الاهلي. شكرا يا فندم. كابتن ماجد مصطفى نجم النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني، وان شاء الله بطولات كثيره مع النادي الاهلي. ميرسي يا كابتن ياسم، والف مبروك للاهلي وليكم كلكم ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، كالعاده الاهلي مصدر السعاده،
ونحب نقول كمان يا اهلي يا اسطوره كل يوم بطوله. دي حقيقه احنا يعني عملنا الكلام ده حقيقي امبارح بطوله والنهارده بطوله. احنا ما بنقولش كلام وشعارات. النادي الاهلي اعظم نادي في الكون، اكتر نادي حصولا على البطولات. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، وان شاء الله نكون في لقاء جديد غالبا هيكون بقى في بطوله افريقيا للسيدات ان شاء الله هتنطلق كمان يومين او ثلاثه. بشكركم جدا على حسن المتابعه، بشكركم جدا على التفاعل الجيد معانا كملوك الصلاه، بشكر كل من ساهم ان احنا نقدر نطلع بالشكل ده لحضراتكم ونقدر نغطي التغطيه دي. شكرا جزيلا والى لقاء اخر مع ملوك السلام.